اي شغل. ايوه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يعني السودان الحبيب، الثورة مشتعلة، والثورة طبعا يا جماعة دائما ما بال يعني يس، نحن محتاجين للهتافات الحماسية، ونحن شعبي حماسي جدا ونشتغل بالحماس وكده، لكن برضو نحن الثورة بتاعتنا شغالة في البنية التحتية، في البنية التحتية بتاعت الإنسان، في التدريب، في التأهيل للشباب، في يعني مبادرة الباحثين السودانيين اشتغلت شغل جبار يعني في الفترة بتاعت قبل الثورة وما بعد الثورة. يعني ما شغل سياسي، ولا نحن بنحب السياسة، ولا نحن فاضيين للشغل السياسي. يعني احنا شغلنا نبني في العظم، يعني او نرمم في العظم يعني. فالتحية والتقدير لكل الجنود الشغالين في مبادرة الباحثين، ناس عظماء، بروفيسورات، علماء، دكاترة، أطباء، مهندسين، صيادلة، يعني شغل ما عادي يعني. والمشاريع بتاعت مبادرة الباحثين يعني ضخمة جدا يعني، وفي مشاريع يعني حتى أنا شخصيا ما عارفة يعني، بسمع بيها بيجيني واحد يقول يا أخي إحنا ما في المشروع الفلاني يعني. يعني الشغل ده كله والله الناس يعني من وقتها ومن جهدها ومن جيوبها ومن عرقها يعني. فنتمنى انه الناس يعني تشيد بالحاجه دي، واقل حاجه انها تعمل شير للفعاليات دي، لانها فعاليات ضخمه جدا جدا، ونتحدى بها اكسبو اسيا اللي عملوه في دبي ده. انا شخصيا بتحدى يعني وحده الباحثين دي، بتحدى بها المعرض ده يعني، لانه قدر الامكانيات البسيطه بتاعتنا دي نحن شغالين الحمد لله رب العالمين يعني. طيب الليله يا جماعه ان شاء الله حنستضيف انثى سودانيه، ويعني زولة متمكنة جدا جدا، وزولة ما شاء الله يعني طوالي مما قلنا لا يا أخي جينا أنت في مبادرة الباحثين وفي ونس على دروب النجاح. طوالي قالت يا أخي أنتم بتعملوا في عمل كبير، يعني ادتني كلام كده يعني. أنا لما حسيت إنه قلت يا أخي أسمع ميدي مشت قالت لها حتة تانية، والله شنو المبادرة بتاعت الباحثين يعني. فالليلة يا جماعة هنستضيف الأستاذة مي عاطف محمود، وهي قائدة تعليم والتطوير ومدير موارد بشرية إقليمي ريجونال مانجر، وعندها يعني شهادة معتمدة في الكوتش من الاي سي اف، وهي أم لثلاثة أطفال ربنا يحفظهم ويخليهم، وهي أصغر واحدة في أخواتها يعني. طبعا الكلام ده كله كتبته لنا هي يعني. بدأت مسيرتها يا جماعة كأستاذة في مدرسة، ثم بعد ذلك مشت للشركات متعددة الثقافات والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات ضخمة جدا جدا. فخليكم معانا الليلة يا جماعة عشان تستمعوا لقصة الأستاذة مي. أستاذة مي تفضلي. شكرا، شكرا جزيلا للتقديم الفخم ده، يعني مقدراه جدا جدا. و طيب بسم الله نبدأ، بس اخذ البرزنتيشن مود، اتمنى انه يكون واضح. واضح جدا. نعم تمام. سو يعني ابدا بالنقطه اللي انت ذكرتها، انه يعني انا طوالي اتحمست، برغم انه انا شايفه انه انتوا لقيتوا ناس يعني ما شاء الله، يعني قامات زي ما بقولوا في مجالاتهم كده. انا حسيت انه ما متاكده اني عايزه اشارك الليله، او شايفه روحي بنجاحهم وكده، لكن حبيت برضو يعني اكون معاكم عشان ذاته يعني نوسع مفهوم النجاح ده. ما إلا النجاح يكون زول عمل حياة كبيرة كبيرة شديد، أي واحد قدر إنه يعني زي ما بقولوا يفضل ماشي وما يجيف أب ويجيف في محطة من محطات حياته، أكيد هو ناجح. أما بالنسبة ليكم أنتوا والعمل الضخم اللي بتقوموا به، فأنا بالنسبة لي بشوف تماماً المقولة بتاعت أنتوني روبنسون الكاتبة في كتابه، الخط الريفرنس هنا لأنه أنتوا ناس كلكم سكولرز، فده من كتابه Awaken the Giant Within. هو كاتب إنه يعني زي الرعب الحقيقي من المناطق الفقيرة والأحياء الفقيرة ما بيكمن
في الجوع والفقر الناس بتكون عايشة فيه، ولأنه الجوع والفقر مقدور عليه وقروش بتحله. لكن المشكلة الحقيقية والمخيفة جدا جدا في البيئات دي إنه بتأثر على البيليف سيستم، بتأثر على القناعات وعلى الأحلام اللي ممكن يحلموها الناس الموجودين هنا. إحنا الحمد لله يعني ما عايشين في جيتوس في السودان كله، لكن يعني البيئة بتاعتنا والمجتمع فعلا ما كان حاضن لأحلام ولقناعات بأنه إحنا ممكن ننجح وممكن وممكن وممكن. فهو بيتكلم إنه إذا بقينا إحنا حوالينا كله فشل، إذا أي حاجة بنشوفها حوالينا هي يعني عبارة عن فشل في فشل، ودفنتلي كلنا أو بتمنى إنه أي زول في الكول دي مقتنع إنه 30 سنة اللي فاتت دي كانت فيها كمية من الفشل ما طبيعية. ف يعني it's just normal إنه إحنا ما يبقى عندنا السكيل اللي بتمكننا إنه إحنا نتخيل النجاح ده شكله ممكن يكون كيف. عشان كده كنا شايفين حاجة بعيدة جدا جدا إنه أي واحد فينا ينجح أو كده. فأنتوا اللي بتعملوه حسي، أنتوا بتقربوا للناس فكرة إنه لا لا النجاح ده ممكن، وقدر ما إحنا إنه إحنا نقدر ندي أو نعكس رول مودلز ناجحين في مجالات مختلفة جوا السودان وبر السودان، حتى جوا السودان أهم كمان، لأنه هم يتغلبوا على صعاب وعلى ضغوط أكثر من الناس البر السودان. البر السودان يعني ضغوطنا من ناحية تانية، ضغوطنا بتاعت بعد، بتاعت اغتراب، بتاعت شوق، بتاعت يعني البالين اللي قاعدين بين برا. لكن الناس اللي جوا السودان أكيد كمان يعني رحلاتهم لازم تتوثق، ولازم الناس تشارك إنه هم كيف قدروا يتغلبوا على الحياة دي كلها. فديفينتلي أنتوا اللي بتعملوا فيه ده عمل أبدا أبدا ما سهل يعني. فشكرا جزيلا. طيب أبدليكم بيعني الرحلة زي ما بقولوا. أنا بداية المدرسة كانت في سان فرانسيس، وكانت يعني سودان صغير كده بالنسبة لي، فيه كل اللهجات وكل اللغات وكل المناطق بتاعت السودان. في سان فرانسيس يعني مدرسة عزيزة جدا على قلبي لغاية الليلة، وأي وقت نايم الرنجم بالقيادة كده كأن الواحد بياخد شوت كده بتاعت كمية من الذكريات بتاعت الابتدائي بالذات. بعد ذاك مشيت لسيستر سكول، وبعدها الخرطوم القديمة. وغريب أنا يوم ذاك شفت كم واحد من الحلقات بتاعتكم الفاتت، وشايفة كم زول ذكر إنه لكي لي ولا ما لكي لي، لكن في المدرسة ما كنت شاطرة جدا جدا. فvery similar، أنا في المدرسة ما كنت شاطرة، ما من الشاطرين، ممكن تحسبني من البلد عديل، لكن ما لي قصور في الفهم أو كده، لكن كنت يعني اجتماعية جدا جدا، بحب الكونكشنز وبحب اللعب، بحب الكرياتيفيتي. فديفنتلي كنت خدت لها وزن أكثر من القراية بكثير جدا يعني. هي قدر ما نقمة، لكن لقدام الواحد بيكتشف إنها كانت نعمة يعني. لكن الناس اللي بيعرفوني في الابتدائي في المتوسط ويمكن في العالي كمان، يعني ما كنت من النوابغ أبدا، ما كنت من يعني اللي بيجيبوا الدرجة الكاملة أو كده، لكن كلها كانت يعني كلها بتمنى يعني. في أي مرحلة ما كنت قادرة إني أنجح شديد، كنت بحس بضغط بيدفعني لقدام في المرحلة اللي بعدها إني أقدر يعني أتوفق. في الثانوي تالت عالي كان لازم أكون جادة جدا جدا، لكن لأني ما كنت جادة قبلها واعتذار لناس أدبي دخلت أدبي برضو، لأنه في بليف كده إنه العلمي ده صعب وبتاع الناس الشاطرين بس، فأوكي الأدبي حيكون أسهل، مش لأنه الناس حابة الأدبي أو كده ده. فدخلت أدبي والحمد لله جامعة الخرطوم. الوقت ذاك السنة أنا امتحنت فيها كانت البوكس يعني الوقت ذاك عالي، فالمجموع بتاعي كمان يعني في أدبي دخلني أدب بس مع احترام شديد لناس أدب كلهم. فدخلت أدب قسم إنجليزي ولينغويستكس، وفي الأول كنت شايلة فرنش، وأجين عشان البيليف سيستم بتاعي كان ضارب شديد، كنت مقتنعة إني ما حقدر مثلاً أبرز في الفرنش زي ما حقدر في اللينغويستكس والإنجليزي. جميل جدا جميل جدا. بس الحتة دي بالمناسبة مهمة جدا يعني. أول حاجة شكرا لك كثير يعني على المقدمة، وطوال يعني ما شاء الله يعني أخذتينا
باك لانه المدارس اللي قريتي فيها وانك انت في المدرسه الوضع بتاعي يكون، ودي طبعا ما في زول يا جماعه، ما بال يعني ما بالضروره انت تكون شاطر في المدارس عشان بعدين تكون شاطر في حياتك كلها يعني، ولا العكس انك انت والله مثلا انا ما شاطر في المدارس معناه خلاص انه انا حياتي دي كلها تكون صعبه وتكون يعني، فنماذج كثيره جدا يعني حاصل، كان حاصل فيها العكس يعني. طيب الحته بتاعت البليف دي انا شويه دارك بس تتكلمي لي عنها يعني، او تشرحها لنا بحته موسعه كده لانها مهمه جدا يعني. صحيح طبعا، يعني البيليفز والقناعات الواحد يعني بيقوم بها هي يعني الكوتشز بيقولوا انه، وده برضه توني روبنسون بيقول انه اذا انت فعلا مقتنع انه انت هتنجح او هتفشل فصدق نفسك انت على حق. ليه؟ لأنه القناعة دي هي اللي بتقودك. فإذا أنت بقيت مقتنع أنه أنت يعني هتنجح هتنجح، إذا أنت مقتنع من جواك أنك أنت هتفشل أو أنه أنت زول فاشل أو ما هتقدر على الحاجة دي، يعني ما في زول حيقدر يعمل لك حاجة إلا أنت تغيرها من جوا. وبعدين إحنا بنقوم في يعني في ضغوط كده بتاعت أنه بنرفع الستاندردز بتاعتنا لبرفكشن، او لانه انت لازم تكون في شكل معين في شطاره معينه عشان تقدر انك انت تنجح. لو انت لاي سبب ما حصلت الفيت دي، ما حصل ماتش بين الحاجه بين الواقع والحاجه اللي خدتنا عليك دي، بنقوم نصاب باحباط. وفي ناس يعني بيكون عندهم القيمه بتاعت الكومبيتيشن وانك انت لازم تكون ذا بيست دايما، لازم تكون مبرز في أي شيء، بتكون عالية جداً. بعدين بتجي تتصدم بالواقع. يعني مثلاً زي أنا ما كنت بحب الكومبيتيشن، عايزة أكون يعني بعد الستراجل اللي عشته في المدرسة في الجامعة بقيت عايزة إن أنا أكون، وعجبتني فكرة إنه الواحد إنه يكون يعني زي متفوق. في الجسم بتاع الإنجليزي واللينغويستكس كنا شويه وبتقدر تفوكس وبتقدر تبرز. الفرنش كان ما شاء الله معانا ناس شاطرين جدا جدا، فانا بجبن شديد جدا مع اني كنت كويسه، لكن بجبن شديد جدا قررت انه لا انا عايزه انافس اكثر، فعملت دروب للفرنش ولغايه حسي ندمان، لانه الفرنش فعلا يعني لغه جميله جدا، وخساره انه الواحد يعني يكون عنده فرصه بتاعت لغه ثالثه وما يستغلها. فيا ديفينتلي البيليفز والحاجه الواحد بيقتنع بيها والقرارات الواحد بياخدها من غير ما يكون يعني على درايه كامله انه ليه اخذ القرار ده. يعني انا at that time لو كنت عارفه انه الموضوع كله كان خوف ما اكيد ما كنت اخذت القرار ده. نعم، فحاجه مهمه انه الزول يكون نعم، مدرك واعي دي بقراراته. بالمناسبه دي رساله مهمه جدا جدا يعني، خاصه للشباب، ونحن برامجنا دي يعني بنوجهها للشباب اكثر من الناس الكبار دي ما عبروا يعني، زي ناس مي ودكتور انور وريم فيصل والناس دي ما خلاص، لكن احنا لسه يعني يا دوب في المدارس وفكروا وكده يعني، فما يعني اصلا ما يعني ما ترمي نفسك الواطه يعني، ده انا نصيحتي أفهمك. لاي زول، اصلك ما تخوت نفسك انك والله انا يعني البلد دي مقفله علي ما يعني، انا شخصيا انا اللي قدامكم ده لحد يا جماعه، انا عشت في غريه، تربيت في غريه في يعني في تخوم الجزيره يعني، حتى في الجزيره، في الجزيره هناك يعني الى انا قريت الثانوي العالي ما كان عندنا كهرباء، كنا بنقرا بعديل بالفانوس العادي ده والمدرسه بالرتينه، ودي حاجه انا بفتخر بها جدا وبحكيها يعني، أكيد اصلا ما عندي نحن الكهرباء دي كان بالنسبه لنا لما نمشي مدني نزور اهلنا وفي الخرطوم وكده يعني بنشوفها كده حاجه لكجري يعني كويس، هسه الناس بيقول لك الكهرباء قاطعه وما عندنا كهرباء وشنو، ما شفناها وكنا بننجح وفي المدارس وبنفهم وبنمشي نفس الناس اللي في الخرطوم واللي عندهم الكهرباء ومحل الرئيس بنوم والطياره بتقوم، فنصيحه لكل الشباب ما ترمي نفسك الوطن، اصلك ما أبداً. تقول والله يا اخي انا لو ما مدرسه خاصه ما بنجح، انا والله لو ما دخلت جامعه خرطوم ما بنجح، انا والله لو ما، لا ده كله يعني قناعات الواحد بيخدها ذرايع للفشل، وحتفشل مجرد ما خطيت الحاجات دي حتفشل زي ما قالت استاذه مي يعني، لكن لما انت تخوت انه والله انا حتصل يعني، صحيح فيتفضل يا استاذه. صحيح، شكرا. أكيد يعني، وكلنا لازم نشتغل على الحاجة دي يعني،
يعني أنا كل ما كنت يعني بتعلم أو بتبحر زيادة في المجال بتاع الكوتشينج يعني السيلف أويرنس، وإنه الزول يكون عارف بعد حاجاته وقراراته وشنو الدوافع لكل خطوة تتخطوها، يعني كل ما كنت بحس بإنه طيب ليه نوع العلم ده ما توفر في المدارس، لأنه بيزكس حاجات بسيطة بسيطة جدا جدا لكن بتعمل فرق كبير خالص خالص. نعم يعني هجيب في النقط دي بعد شوية إن شاء الله. نعم تفضل طيب واصلي. شكرا. بعد التخرج اشتغلت في مدرسة مسس مرغني، الله يدي منى وسونيا العافية ويرحم مسس مرغني. المدرسة دي كانت لذيذة جدا، مدرسة بتاعت أطفال صغار كده، لكن يعني أنا حسيت إنها أضافت لي كثير جدا، لأنه أنا بطبيعتي بحب الأطفال، لكن كمان اقتنعت إنه اللي بيقدر يتعامل مع الأطفال بيقدر يتعامل مع أي ناس ثانية، مع أي عمر ثاني، لأنه هم الأصعب، ما الكبار الأصعب. وبيزيكلي انت لو تفهم الاطفال دي انت بتتعامل مع الكبار، لانه هم اطفال كبار، بس اطفال بس كبروا. فيا ديفينتلي كانت مرحله حلوه جدا، لكن بسرعه يعني ايقنت انه يعني في بوتنشال اكبر من التدريس في المدرسه دي. With all due respect للناس الشغالين وناجحين جدا جدا في مدارس حسي، لكن انا حسيت اني عايزه اعمل حاجه ثانيه غير التدريس. دخلت بعد كده عملت انضميت لكير انترناشونال اللي هي منظمة، وكير برضو كانت يعني إضافة خطيرة جدا لي، لأنه مع ناس كير مشيت رحلة ما بنساها، يعني رحلة العمر مشينا يعني من الخرطوم اتحركنا بعربات الأبيض وصلنا لغاية أبو جبيهة، وكانت أول مرة أسافر جوا السودان، يعني كانت زي آي أوبنينج ديفينتلي، كانت حاجة جميلة جدا جدا، أثقلتني بكمية من التجارب، يعني كانت أظن زي 3 أسابيع ولا حاجة، ففعلا كانت يعني زي كأنه يا دوب اتعرفت على السودان وعلى الريل لايف والريل بيبل زي ما بيقولوا. بعدها في كير، وتاني حرجع يعني من الناحية بتاعت HR هتلاحظوا إنه كان في يعني ما جامبينج، لأنه كنت بقعد كويس في كل حتة، لكن أي زول يحس إنه هو عنده potential إنه يعمل حاجة تاني، حس بأي حقارة في الorganization اللي هو فيها، حس إنه هو ما مرتاح شديد، ما في أي شيء بيجبرك إنك تفضل. At the same time ما في زول يستقيل قبل ما يلقى البديل. فانت بتبتدي تعمل بلاني او شيء بتصل للقناعه انه اوكي انا ما حقعد هنا كثير، تبتدي تو اكتيفيت السي في بتاعتك، تبتدي تشوف الاوبننجز وين والحاجات دي. فبيزيكلي ده اللي حصل، يعني انا بسرعه جدا يعني اللحظه اللي بحس فيها انه ام ريدي تو موف فعلا ببتدي اشتغل على كده وانا قاعده في المكان ذاته. من كير الحمد لله توفقت، واليونيف كانت يعني خطوة كبيرة جدا، يعني ما أعرف بتذكر كان اليو إن كانت حاجة كبيرة في السودان لو الزول قدر يدخله، وهي فعلا كبيرة من حيث السيستم بتاعهم. اليو إن عندهم ترينينجز وعندهم سيستم لكل بروفيشن جوا رهيب جدا يعني، وعموما يعني احساس انه في التقاعد وسط ناس كلهم يعني سكولرز، ناس النوايا بتاعتهم ساميه جدا في خدمه المجتمعات المختلفه جدا عن مجتمعاتهم وكده. بعد ده كانت الموف اللي بعدها اللي هي اجين بسرعه جدا اخذتها، لانه كان اتخطبت لزوجي ايمن عبد الرزاق اللي هو قاعد هنا في قطر، فكنت عرفت انه انا يعني في المستقبل القريب انا حاجي قطر. وفي قطر والخليج عموما ما في اليو ان ما عندها مجال، لانه انا كنت خلاص يعني دخلت في اليو ان وحسيت انه انا عايزه تو كلايم اب ذا لادر، ودائما كان عندي الفيجن بتاع انه انا وير ايفر حكون ما عايزه افضل في الحته اللي انا فيها، عايزه افضل اطلع لفوق. فبالنسبه لي اليو ان اوكي فكرت انه اتحول هنا عنده مكتب صغير جدا اليونسكو والاوبورتيونيتيز بتاعته ضيقه جدا، فالخليج يساوي النفط والبترول، فقررت اني اعمل الموف دي من الـ نون جوفرمنتال اورجانيزيشن
للأويل اند غاز. نقلة كبيرة جدا وما لها أي طيب علاقة بالبعض. ده كلام جميل جدا. طيب قبل ما اطلع السودان، بس معلش ده ارجعك ورا شويه. المنظمات دي كنت بت يعني كنت بتلقي الشغل فيها كيف يعني؟ ببساطه كده يعني، مثلا الناس يعني الوقت ذاك يعني انت في السودان مشيت قدمت ليهم، مشيت المكتب بتاعهم، والله الحصل شنو يعني؟ شوف كير انترناشونال قدمتها، كان في اعلان في الجريده وقدمتها، ويعني كان عندهم امتحانين، امتحان بتاع كوجنيتيف سكيلز افتكر الوقت ذاك، وبعد ذاك امتحان ريتن. ففي كير دي يعني كان بيور لك، او يعني مشيت في البروسيس بتاع الامتحان كله، وكنا مجموعه كبيره. متذكر كان في هول كبير كده اللي بيقعدوا فيه والناس يعملوا الامتحان ده، لكن ستيل يعني انا دائما بدخل ببليف انه يعني ان شاء الله، لاني عايز الحاجه دي شديد يعني، ودي حاجه مهمه. الزول لما يكون يعني جينيونلي عايز الحاجه بتتيسر له. ففي كير كان الامتحان to some extent كان سهل، وكنت مبسوطة اني لقيته. في اليونيفا العكس تماما، لكن لانك انت لما تكون جوا الاورجنايزيشنز دي بتجي الفلايرز، يعني اليو ان بيعملوا سيركلر اي وقت يكون عندهم اوبننجز بيرسلوا لناس المنظمات ذاتها، لانه بيكونوا عايزين زول اوريدي في الفيلد. ف فالجوب بتاعت اليونيفا دي برضو يعني جاتني في فلاير او زول رسل لي انه في اوبننج وقدموا از انترستد يعني. اليونيفا الوقت ذاك يعني ما بنسى الانترفيو بتاعهم، لانه كانت يعني كانوا بيعملوا زي ريستركتشرنج كامل ليهم، والكوميتي البانل اللي جاي للانترفيو كانوا جايين من امريكا، يعني حاجه كانت مرعبه كده يعني، ليترلي فيلم رعب. احنا قعدنا في روم من الصباح، كنا زي 12 شخص تقريبا، وكل زول بيجي طالع بيكون مخلوع كده انه جوا لقينا اكثر من 10 ناس، يعني هي بانل كامله يعني اكثر من 6 انفار قاعدين، وانتروجيشن كده، ده بيسالك سؤال وعلى حسب جوابك الثاني بيسالك السؤال الثاني، ما في اي مجال للكذب يعني. فكانت تجربة رهيبة جدا يعني، وكنت لما طلعت من هناك كنت قنعانة، لأنه it was really tough يعني. لكن يعني في الغالب واحد من الأسباب يعني اللي أخذوني في الجوب دي، كنت يعني transparent جدا، كان اليوم طويل يعني، هم من الصباح أنا لغاية ما دخلت خلوني آخر واحدة، فاعتذروا لي على انه يعني شديناك اليوم كله وكده ده، فسوري انه انت اخر واحده وكده. فقلت لهم والله يعني انا تعودت على حاجه دي، انا الخامسه اصغر واحده في 5 اخوات، فماي تيرن دائما كنت بكون الاخيره في الحياه، فلما جيت هنا ولقيت انه انا خدت اني الاخيره فعادي يعني ما تحسست شديد. فهي اليونيسكو برضه ممكن برضو الحاجة دي ادتك خلتك انك تكوني يعني، دي من وجهة نظر بتاعت هيتش ار يعني، خلتك انك انت ترتاحي شوية وتقري البودي لانجوج بتاع الناس الجايين او طلعوا من الانترفيو كده يعني. صح يعني، انا ما خلاص، انا انت قاعد اول حاجه بعد شوي قلبك بيموت يعني، في الاول كان في الهيبه والخوف، بعد اول زول وثاني زول جمارك، لكن يعني لما وصلنا ل 12 دي كنت خلاص يعني خلي اللي يحصل يحصل، انا عايز ارجع بيتنا في نهايه اليوم. فدي ذاته مهمه، مرات لما تدخل الانترفيو انديفرنت يعني خلاص زي ما تيجي، ما زي لما تدخل وانت مرتبك كده واعصابك بايظه وبتاع، لكن انا بريلي كنت ريلاكس جدا جدا، ويعني حاسه انه فعلا انا كنت عايزه ارجع البيت. وبعدين يعني دائما كمان بيكون يعني بيزيد لثقتك لما انت تكون اوريدي عندك جوب، عشان كده قلت ما بزول يعني يستقيل من شغل قبل ما يلقى الشغل اللي بعده. فانا لانه كنت اوريدي يعني شغاله في كير الوقت ذاك، فيعني ام كول يعني، جات حلو جدا، ما جات ما مشكله. فيا لكن ديفينتلي ناس الاتش ار بيجروا الحاجات وتزول الاعصاب وبايظه اكثر وكده. الموف لسلمبر جي بعد ذاك زي ما قلت لك يعني، كنت عارفه انه انا حمشي الخليج بعد شويه، فبديت يعني افتش في الشركات اللي ممكن يكون عندها وجود هنا في قطر. سلمبر جاي لكي اللي كان عندنا أصحابنا شغالين هناك وكده، ويعني كان في بوزيشن بتاعت HR فاتحة وكلموني،
فمشيت قدمتها والحمد لله يعني اتوفقت. وبعد ذاك كمان يعني كان التوفيق أكثر، لأنه في يعني خلال فترة بسيطة يمكن زي 4 سنين، 4 سنين و9 شهور بقيت لازم أجي قطر هنا. ف again البلانينج بعد يعني أول ما عرفت إنه خلاص في السنة دي ذاتها أنا المفروض أجي قطر، بديت الكونكشنز بالتحديد مع الـ HR مانجر بتاعت قطر. يعني مجرد إيميل ويت اللي بترسله، يعني you have to build the network والكونكشنز بتاعتك اللي هي هتسهل لك لقدام. أنا الـ HR مانجر دي كل اللي عملته رسلت لها قلت لها أنا يعني I'm planning to travel وأعيش في قطر effective السنة الجاية، ودي البايو بتاعتي، فإذا عندكم openings بس خطيني في بالك وكذا. فكانت يعني واحدة ليبية زورة ظريفة جدا، وفعلا يعني ردت علي وقالت لي أوكي وما في مشكلة، ويعني الكيرتسي إيميلز العادية دي، وخلاص يعني نسينا الموضوع. وأجين كان عندي الإحساس بتاع إنه أوكي لو ردوا كويس، لو ما ردوا أنا حاجي هنا وحفتش الشغل هنا وحلقى شغل هنا وحيكون شغل كويس. أجين القناعة بتاعت الزول إنه يعني دائما انت يعني بتخط الخير، بتتفائل بالخير وبتلقاه ان شاء الله. بس من يعني اتصلوا بي، حتى هم اللي غيروا مواعيد العرس، كان العرس المفروض يكون شهر 12، فاتصلوا قال لي عندنا فيكنسي ولازم تتملي يوم كذا، اللي هو كان بعد زي شهر ولا شهر ونص، فلو حابه وي ويل كونسيدر يو، اذروايز يعني لما تجي شهر 12 ذاك ما مضمون. ففعلا يعني أخذنا القرار بتعجيل العرس 6 شهور، وجيت الحمد لله. وبعد ذاك تحولت لأميرسون اللي هي يعني شركة as good as Schlumberger لو ما أحسن. نعم، يديك العافية. أول حاجة نشكر الناس كلهم معانا في الزوم، أنا بس هعمل ميوت لكل الناس، بعد ذاك أنت يمكن تعملي لأنك هوست. طيب نشكر الناس كلهم يا جماعه اللي انضموا لنا في الزوم ومعانا في الفيسبوك. والليله زي ما قلت لكم يا جماعه معانا الاستاذه مي عاطف، ومي طبعا زوله خبيره في الهيد شار وخبيره في الكوتشنج، فتجربه جميله يعني لحد الان احنا صحيه، وان كان شويه شويه كده يعني في حتات ما وقفت لنا فيهم كثير، لكن بنرجع، لكن تجربه جميله اللي هي التنقل بين الوظائف، وما تنقل بس بتاع زول انه هو داير يتنقل وكده، زول داير يمشي لقدام يعني. فيتفضل يواصل. طيب التجربه بتاعت خلاص يعني انتقلت من السودان للخليج، الفرق شنو في المنظومه؟ انت مع انه في هي شركه واحده او منظمه واحده، لكن الفرق شنو؟ اعملي اميوت. Sorry. نعم ايوه تمام. Okay. So Schlumberger هي SLB او شركة خدمات نفطية. اوكي okay. عندهم presence في تقريبا كل العالم. في السودان الفريق اللي انا حسيته يعني، وطبعا فريق اي زول حيحسه بين ما يشتغل في بلده وفي حتة تانية. في السودان الكوميونيتي كان اي معانا انترناشونال ستاف وهم كتار ما شويه، لكن في النهايه يعني الكونكشنز كانت عميقه جدا، يعني الصداقات اللي كانت حاصله هناك مختلفه جدا عن اللي جيت عملتها هنا. لما جيت هنا فعلا اول سنه كانت ريل ستراجل، يعني الواحد كان ادابتنج لكميه من الحياه الجديده، لكن بالذات لما تفكر في الشغل وفي مجتمع الشغل كان مختلف جدا. عموما الورك فورس بتاعت الخليج مختلفة تماما من السودان، بس الكويس في Schlumberger انهم كانوا يعني بيورلي انترناشونال، فما في جنسية دوميننت حتى في المكتب. يمكن حسي في أميرسون لا ممكن الهنود يكونوا دوميننت زي ما في الخليج كله الجنسية الهندية أكيد يعني أغلبية، لكن في Schlumberger لا كان يعني ما كان في دوميننس لجنسية معينة، which was very good، يعني كان بتسقل تجربتك لأنه أنت يعني exposed ومعرض لكمية من الناس المختلفين تماما منك، من الكلتشر حقتك، من طبيعتك، من كده. فكانت يعني كانت definitely إضافة يعني، ونجحتي فيها يعني نقدر نقول. الحمد لله الحمد لله. يعني في Schlumberger بالذات لأنه كنت هم عندهم again system بتاع تعليم
مازن في زيه، الليلة حنعمل لهم دعاية. لكن أي زول اشتغل في سلمبر جاي عارف أنا بقول في شنو. يعني أنت من ما بتدخل بيكون عندك very clear career path، training معينة لازم تخلصها كل سنة. يعني هم structured جدا جدا، منظمين، والسيستم بتاعهم يعني ما في منه زي ما بقوله. فأكيد اتعلمت منهم كثير ونجحت معهم لأنه قدرت أنافس. والسبب أجين كان إنه هم سيستمهم قوي وما كان في يعني جنسية دوميننت بتغلب أو بتطغي على الباقيين تخليك أنت تحسي إنه أنت ما عايز تنافس. لا، هم بالعكس بيشجعوا الواحد إنه هو ينجح ويشوف النكست ستيب ممكن تكون وين وكذا. نعم. طيب انت بقى اسيدي خلاص جيتي قطر وزوجة، وبعد شوية حيكون في اطفال وكده، يعني فقدرتي توفقي بين الحاجة دي كيف؟ يعني بين طموحاتك في بين الشغل ذاته، وبين طموحاتك في الشغل، وبين الحياة الزوجية؟ يعني لانه في ناس كثيرين بتخوف ويقول لك والله يا اخي المرأة مين ما تتزوج، او المهم يعني اللي استجمل المعشعشة في رؤوس الناس دي يعني. فانت قدرتي تتغلبي على الحاجة دي كيف يعني؟ صحيح، هي أكيد حاجة ما سهلة. يعني ما مفروض أي زول يعتبر إنها هي حاجة سهلة، لكن كمان ما مستحيلة. يعني أكيد السبورت من البارتنر بتاعك، من الزوج أو من الزوجة، إذا هو الزوج هو اللي اخترب أو بيحاول ينجح، يعني أساسي. أي زول ما حيلقى النصف الآخر بتاعه سبورتيف ما حيقدر ينجح، لأنه حيكون باله مشغول في إنه هو كيف ينجح وكيف كده وكيف يرضي أو تبالانس الحاجات. لكن الحمد لله يعني إحنا كنا يعني متفقين جدا في إنه الشغل ده حاجة أساسية، ما نيسيسيتي ولا لكجري ولا حاجة الواحدة بتعملها يعني بس للسيلف استيم وإنها هي تحس إنها هي عندها دخل بتاعها وكده. لا، يعني إحنا وير إيكولي محتاجين ننتج ونساهم في المجتمعات اللي بنعيش فيها. فالحمد لله أيمن يعني very supportive، وهو يعني شنو بقوله لسانه طويل كواي شوية. وبتذكر إنه أي الأيام اللي كنت بيجي فيها متجرسة وبقول إنه خلاص أنا I don't think I can do it anymore، بالذات زي ما قلت بعد شوية بيبقى فيها حمل وأولاد وكده. فهو كان دايما بيكاوي إنه ما عندنا نسوان بيقعدوا في البيت وكده يعني. فبالرغم من المكاوة دي، لكن it was actually يعني اشتغلت كويس يعني. فلا الحمد لله، دي حاجة مهمة جدا. والحاجة الثانية كمان باك للوحدة نفسها، لازم يكون الوحدة اللي عايزة تعمل الحاجة دي تكون فاهمة إنها ما حاجة سهلة، وإنها لازم تاخد بالها من روحها هي أتا psychological level كمان، لأنه دي يعني في كمية من الضغوط لازم الوحدة تتفهمها، ولازم يكون عندها support system، ولازم هي تكون عايزة تنجح وتعتبر إنه دي challenges هي عايزة تتخطاها يعني. نعم. طيب دي انا الرساله دي بوجهها لي. اول حاجه ايمن، ربنا يديه الصحه والعافيه ويخليكم لبعض ويحفظكم كاسره جميله. يعني من الجا كثير كتابات جدي كثيره جدا في الفيسبوك، ما بعرف الرجل السوداني والرجل، يا جماعه والله الرجل السوداني ده والله ما فيه اي عيب، الا هي الوحده. يعني في النهايه زي ما الراجل ده بيشوف، انت بتشوف انه والله الراجل السوداني فيه عيب، برضه شريكك اول بينظر لك، برضه بينظر لك بنفس يعني. فما ما ما يعني ما تخطوا الحته بتاعت شيطن الرجال وانه والله بجيجا والكلام الفارغ ده وكده. يعني في الوحده تعرف تختار من البدايه، دي انا نصيحتي لها. الوحده تمشي تختار، ما تمشي تختار لا واحد يجي بعد ذاك يكون زي ما قال واحد مصري، يعني قال كلام جميل جدا، قال انت عايزه طويله ما تتزوجك قصيره، ما حتعيشوا مع بعض، انت عايزه تشتغل ما تتزوج واحده ما تشتغل. فسيمبل ذات من البدايه الاختيار يكون صحيح. وبالذات يعني احنا في السودان نادر جدا، يعني انا شخصيا ما في يعني حته بتاعت انه يخصبوا البيت واللي تتعرض، الكلام ده كان زمان اسع، ما في الناس بقى يعني الناس بقت ارغى من ذلك. يعني الناس بقى في البنات ما شاء الله يتعلموا ودخلوا الجامعات وبيقوا ما شاء الله هو قدامنا، يعني مي ولو رجعنا بس فيه ونسعى على دروب النجاح ده بنلقى فيه نحن اكثر من 15 انثى سودانيه جبناها، وطوالي بتقول والله انا لو ما راجلي
ما حصل معي كده كويس. فالحته بتاعت انه والله يا اخي الرجل السوداني وانه دائما يعني الكتاب يعني في ظلم، في ظلم صراحه للرجل السوداني تمام. فالواحده من البدايه تختار شريك الحياه الصحيح كويس، عشان ما تجي تبقى لنا نحن في يعني. انا والله لما نقرا كده بتاثر جدا جدا، بقعد مع نفسي بقول كده كده انا راجع نفسي يا اخي، انا قاعد الاولاد اللي بوديهم المدرسه بلبسهم بحميهم شككوك في روحك. شككوني. والله العظيم بقول يا جماعه انتوا تعالوا، في حاجات احنا المفروض تاني نعملها وما قدرنا نعملها، والله شنو يعني. انا كان زوج جديد بتمشي الجامعه وانا قاعد في البيت كويس، بطبخ بعمل اي حاجه يعني. طيب انا ما سوداني والله شنو يعني. المهم عشان ما نضيع الحته دي. الأمثلة ما كثيرة، يعني إحنا نكون يعني منصفين برضو. يعني true، هي بتحتاج الاثنين، والاثنين يكونوا مساندين بعض وكده. لكن يعني أهم من إنه الراجل يكون supportive ولا لا، ولا بيسانده ولا لا، يكون في الاتفاق بتاع إنه يعني من الأول إحنا ناويين نودي البيت ده على وين، لأن المشاكل سهلة جدا جدا. فبتطلب إنه الواحد فعلا يعني يكون مصمم إنه يمشي المركب ده لقدام، لأن المشاكل بتحصل طبعا. نعم. ف نعم، في نقطة مهمة جدا جدا. لو هي أصلا الواحدة ما عندها طموح كويس، يعني هالراجل ده عمل لها شنو؟ أنت أصلا ما يعني ما عندك طموح، ما دايرة تمشي لقدام، ما عندك يعني الناس دي كلهم الأنثيات السودانيات اللي إحنا جبناهم ديل تعبوا يعني. ناسي ما يدي، انا متاكد بعد شويه حيكون لما نيجي للحته بتاعت الاطفال والحته بتاعت شنو، حاجه ما سهله يعني. قبل كده جبنا استاذه جديه، ويعني هنا في لندن بتقول انا سايقه طفلي والبرد والمطر وعشان امشي الحق الكورس بتاعي وشنو، برضه الموضوع داير اجتهاد يعني من الطرف الثاني يعني. عشان ما نظلم، انا ما داير اكون انا ما متحامل على جهه، لكن داير بس الناس يكون في فيرنس يعني. فتفضل يا استاذه مي. الفيرنس وتقبل الآخر بحاجات إن شاء الله هنتكلم فيها في واحدة من السلايدز، لأنه نعم. يعني حاجة مهمة شديد لما يعني إحنا نتعامل مع بعض، مع الآخر ده، سواء كان زوجة ولا زميل شغل ولا مدير ولا أي حاجة، يعني بتفهم أكتر، تلقى له الأعذار أكتر. يعني كل ما الواحد يشتغل على روحه هو، كل ما شفت لو بقيت أنت يعني هتتعامل مع الشيطان هتقدر تمشي معه قدام. لكن لو الواحد بقى يعني بتنرفز لأي حاجة، بركز على البر قبل الجوة، الحياة كلها هتكون مشاكل. لو ما مع الزوج هتكون مشاكل مع الجيران، مع الأهل، مع النسابة، مع 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 فالكي وورد هو أنت ذاتك، ما اللي قدامك منه. يعني أبقي ده جوانا مش اللي قدامنا. بس احنا كنا وين؟ يلا أوكي بعدك ايوه، شوف. جينا الشغل في قطر والحياة الزوجية مع مع الشغل وكده يعني. صحيح، في قطر في الأول ما كانت سهلة خالص. أول حاجة، غير إنه أنا يعني طلعت من بيتنا أول مرة، وأنا أصغر واحدة في 5 أخوات، فما شاء الله يعني very well connected، وزي ما بيقولوا عيلة كبيرة والناس كتار وأهل كتار وكلنا بنحب بعض شديد. وفجأة لقيت روحي هنا براي. في الأول كنا ساكنين في الخور. الخور هي مدينة جنب الدوحة. احنا في الخور، وشغلي كان سلمبرجي، البيز بتاعهم كان في المنطقة الصناعية، يعني زي ساعة وشوية، ساعة ممكن 10 دقائق للمكتب كل يوم. في الأول كنت أوكي، يعني ما مشكلة تريب. لكن بعد ذاك لما كنت حامل في يمنى، يعني كنت باخد المشوار ده لغاية الشهر التاسع. يعني كان ما سهل، أكيد كان ما سهل. دي الأيام اللي كنت بقول خلاص الشهر الجاي أنا هستقيل. لكن يعني بتعدي، زي ما قلنا، إذا الواحد يعني determined إنه يكمل المشوار ده ويتغلب على الصعاب دي، بالذات لو في support، يعني بتمشي. وسبحان الله الأطفال بيكبروا بسرعة جدا، ورحلتهم ذاتها سريعة، يعني بسرعة كده بيبقوا يمنطقوا ويسألوا، يعني من بيبيز لغاية ما يصلوا مرحلة إنهم بيتجادلوا معاك، دي بتمر بسرعة جدا جدا الحمد لله. يمنى، كنت يمنى ومحمد كنت لسه مع سلمبرجي. يسرى كنت انتقلت لإميرسون اللي هي معاهم لغاية الليلة أنا.
إيمرسون أوتوميشن سولوشن، برضو مشاركة يعني عالمية، لكن هم السورس بتاعهم يعني أمريكية مينلي. ف إيمرسون أكيد يعني خطوة يعني مهمة جدا في حياتي، لأنه أجاني تعلمت معاهم كثير جدا، لكن إيمرسون كان فيها تشالنجز. هندي الحتة بتاعت إنه زول يتغلب على حاجات ويتغلب على مخاوفه، يتغلب على حقارة الناس. sometimes الكوربريتس عندها جوة وعندها البوليتكس بتاعتها، ما زي ما يعني كل كوربريت بتجي بحاجاته، لكن المؤسسات الكبيرة دي يعني فعلا لازم انت تقوي نفسك شديد، تقوي قلبك وتحس انه ما في زول احسن منك عشان تقدر تسيرفايف معاهم. يعني اشتغلت مع تيمز كانت ديماندين جدا، اشتغلت مع تيمز ما في اي زول مثلا بيتكلم عربي او عربي او الباك جراوند بتاعته مسلمة أو عربية أو من الشرق الأوسط، فيعني completely different culture. الحقارة أكيد موجودة وحتلاقي الناس في 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 أي مكان يمشوه. فالواحد قدر ما يعني يواجه الصعاب والمخاوف دي بفكرة إنه يعني أنت تعبت وجيت all the way لغاية حتة تقديم ما حتسيبه بالساهل. يعني ما من أول مشكلة الواحد يقرر إنه خلاص أنا حمشي، قدر ما يقدر يصبر. ففي وقت من الستراجلز والحياة اللي كنت بلقاها أو الحاجات اللي أنا ما كنت لاقياها في الأورجنايزيشن، حسيت إنه أنا يعني زي مش تجربتي ناقصة، لكن محتاجة يعني أخد إضافة. وفي الأورجنايزيشن ذاته يعني السيستم بتاعه ما زي سلمبرجي، السيستم بتاع الترينينج بتاعه ما زي سلمبرجي، فحسيت إنه أنا عايزة أقوي الحتة العلمية أو يعني الترينينج بتاعي. فده اللي وصلني لللايف كوتشنج. انا اساسا اتش ار بروفيشنال، فحسيت انه اللايف كوتشنج هقدر اخدم به البوبوليشن بتاعي، هقدر اخدم به الناس. ودي بدايتي معاه. يعني انا لما بديت اللايف كوتشنج على اساس انه انا عايزه اتعلم حاجه تريندي، اوف كورس يعني هسه هي حاجه من الـ من الـ من المجالات الـ الجديده والماشيه بسرعه جدا جدا، فحبيت إني أشوف المجال ده عشان أخدم به والpopulation أنا شغالة فيها. يعني نهائي ما فكرت إنه أنا personally على المستوى الشخصي محتاجة له ولا حاستفيد منه ولا كده، لا أنا دايرة أتعلم أي حاجة يعني أعلم بها الناس. يعني الواحد بيكون جاهل للدرجة زي ما بقوله we don't know what we don't know. يعني إحنا ما عارفين أساساً الشيء اللي إحنا ما عارفينه، الحاجة دي كبيرة للدرجة دي. ودي كانت ريلي الصحية زي ما نقوله، لأنه يعني كل ما كنت بعرف حاجة في الكوتشنج كنت بتخلع، لأنه مش بتخلع وبزعل من نفسي، لأنه أنا بالله كنت قايلة إنه الأمور كلها طيبة وأنا أموري تمام التمام، أنا هعالج الناس دي وحوريهم المشاكل، وأبارنتلي أنا طلعت كلي مشاكل يعني. يعني هو مجال جميل جدا جدا، وبيزيكلي يعني كله بيحتاج لقدر غريب من الاوبنس، وانك انت تكون يعني مرن لدرجه ما تزعل من روحك، ما تزعل من زول، اتقبل اي حاجه وخليك ريلي صادق. يعني انت لما تعرف انه يعني اولا واخيرا المستفيد انت، لو قعدت أكذب على روحي ما هستفيد، لو قعدت أقول لا I'm perfect ما عندي أو يك دي دقيقة نتعلم الحاجة دي عشان نفيد بها الناس المساكين دي كالضب. يعني الزول لازم يكون يعني really transparent مع روحه ويقرأ الحياة دي كلها بقلب مفتوح جدا، إنه يعني what if it's me. يعني زي ما قلنا قبل في 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 أبجيجة ولا في الآخر ده، يمكن يا أخي يمكن ما القصة ما فيه، القصة فيني أنا. Yes. Right. فأي حاجة إحنا بنحاول إنه نكون إحنا يعني مرنين لدرجة إنه إحنا نخوض نفسنا في 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 الشوز بتاعت غيرنا دي، قدر ما الحياة يعني هتتساقط كده والحياة هتكون أسهل بكثير الحمد لله. نعم بالضبط كده، ده كلام سليم جدا جدا، وبالذات الزول لما يجي يبدأ شغله كده ما يخوت نفسه، إنه هو يخوت نفسه يعني يخوت نفسه فوق، يعني إنه أنا والله ما عندي أي مشكلة، لكن بالمقابل يكون open mind، يعني ما يخوت
يقول والله يا اخي مثلا يعني عندنا ناس مثلا احنا كان كنا شغالين لنا في بروجكت كده يعني انتقادات، يعني كان بتجي المكتب الصباح طاقه سلبيه، يعني لو لما تفتح الباب ده الطاقه السلبيه دي بتعمل لك كده يعني كويس. فكنت بتكلم معاهم بقول لهم يا جماعه شوفوا انتوا الشغل ده بالسوق بتاعه ده في النهايه بتاخدوا عليه سالري، وسالري كان ما عادي يعني حاجه مرتب ضخم جدا يعني. فاول ما يجي اخر الشهر يا جماعه المرتب نزل، السالري نزل، السالري ما نزل، كونوا المكتب مبسوطين. ايوه. ولما البروجكت انتهى يعني البروجكت انتهى له وقت رسي قريب ال 18 شهر، لحد الناس بيرسلوا لي اسمع انت شنو الناس نديل ما حيرجعونا تاني والله شنو، قلت لهم انتم من زمان ومهم جدا انك انت، والحاجه دي لما انت تيجي باوبن مايند وتجي انك والله دار تتعلم كل شيء، سريع جدا بتكتشف الناس اللي حواليك، صحيح. بتعرف والله انه فلان ده كيس وفاضي، ده فلان والله ما شاء الله ده كده ده كده. فانا عايز دي تجربتي الشخصيه، ما انا ما زول بتاع اتش ار، لكن يعني دايما لما نمشي للشغل بكون بخط انه الناس دي كلهم والله علماء، فسريع جدا بكتشف انه الناس دي العاديين وزول بيقدر يتماشى معاهم يعني. صح، زي ما جبال قلت لك، يعني الكوربريت لايف والبوليتكس اللي بتحصل جوه الكوربريت دي الواحد بيهابه من بره كده، كان تدخل بتحس انه لا هم، يعني اول حاجه انا بفتكر انه السودانيين عموما احنا متعودين على الضغط، والشهاده السودانيه ضاغطه كده، يعني نوع الضغط ده هم هنا ما بيعرفوه، او الخواجات ديل ما يعني تلقى الواحد جايط وزي ما بيقولوا غرقان في شبر مويه. لو شفت التو دو ليست بتاعته، يعني مش كل زول مثلا الصباح بتكتب التو دو ليست بتاعتك تحت العيله، لو عينت للتو دو ليست بتاعتهم ممكن تكون شنو مثلا سند ايميل لفلان الفلاني، اعمل كده، يعني حاجات احنا ما بنحطها في تو دو ليست اساسا، دي باي ديفولت أنا بتعملها من ضق البيئة بالضبط. هو لا خدت لها سبيرنج تايم كده، ده انا المفروض ارسل ايميل، المفروض اقرا الحاجه الفلانيه في فايل رسلوا لي حفتحه 200. فلا لا يعني بتحس انه لا لا، طيب احنا بنقدر نشيل كثير اكثر منهم. اجين لحته البيليف سيستم، احنا في بيليف كده بتاع انه احنا مش عيوننا دي ما خضره والشعر ما اصفر والكلام ده ما هناي، معناه احنا اقل منهم. ولما تيجي تشتغل معاهم لا انت بتقدر، احنا بنقدر ننافسهم، لانه زي ما قلت لك احنا بنقدر نضغط، بنقدر يعني نكون productive. هم مدلعين مدلعين وتامنا بالحاجات دي، لكن يعني في النهاية خلينا واقعين، هم اللي بيمشوا، هم اللي بيمشوا، لأنه في بايس في الدنيا دي، ولأنه في بايس في الريكروتمنت ذاته وفي التوظيف وكده. فبتلقى الواحد يعني من اتش ار ومن زول، عملت انترفيوز لناس كتير، مرات كتير يعني بتقع الوظيفة لزول انا عارفة تماما انه تكنيكلي ما شاطر زي اخوه ده، لكن يعني زول ده قدر يبيع نفسه، قدر تو يقنعك بانه هو خطير وهو بيقدر يعمل الجوب وبتاع، وايل هو يعني لو عينت للعلم بتاعه للنوليدج والتكنيكال سكيلز بتاعته ما قوي زي الزول الثاني. فدي حاجه برضه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، احنا كويسين وبنعرف نضغط وبنعرف كده، لكن بصراحه ما كلنا بنعرف يعني هاو تو هاندل روحنا في الانترفيو، كيف نعكس قصه انه انت واثق من نفسك دي. لا لا، لانه كمان تربيتنا احنا اتربينا على انه التواضع دي حاجه هناي وحاجه كويسه شديد ومنشكره في الواحد شديد، والايثار وشنو هي اي كويسه، لكن نعرف متين نستعملها. يعني ما تتواضع لي وانت جاي انترفيو، لا املى نفسك كده واملى مكانك، وبالعكس يعني تشوفهم هم في الانترفيوز كيف يعني كيف بيدخلوا زي ما بيقولوا they hijack الروم كلها يعني. ففي سكيلز صغيرونه كده ده ديفينتلي لازم احنا نعرفها اكتر عشان نقدر ننافس. دي كانت الاي سي اف اللي هي تماما غيرت حياتي فوق تحت السيرتيفيكت تحت الكوتشنج دي، لانه فتحت عيوني للحياه دي كلها، وواحده من اهم الحاجات اللي يعني فتحت عيوني على اهميه انه الزول يكون فيه يعني روح المقاتل دي، انه انت عايز تتغلب على مخاوفك. فواحده من الحاجات اللي انا تغلبت عليها يعني مثلا اخواتي والناس القراب لي هيكونوا عارفين انه انا
يعني زولا بحب الخصوصية جدا، بحب to keep low profile. الفيسبوك بوك بتاعي حيكون فيكم صورة لأولادي وخلاص، يعني ما بحب الإكسبوجن ده. وأنا حاسة الجوب اللي بعمله، وحاسة مثلا لقائنا ده يعني حاسة إنه أنا exposed، ودي واحدة من الحياة اللي هي أنت بتطلع من الكومفورت زون بتاعك، لأنه الكومفورت زون ما فيه أي جروس. أي زول قاعد ولابد كده ومتكيف في الحتة اللي هو فيها، يتأكد إنه الحتة دي بدل هو ارتاح فيها ما حيكون فيها جروس. أي جوب لو ما فيها challenge، if it's not challenging you، ما حتطورك وتنميك لقدام، which is fine. في ناس بيختاروا إنه أوكي، يعني أنا أسف في المرحلة دي من حياتي ما داير كركبة، داير أفضل في الحتة اللي أنا فيها، which is fine. المهم أنت تكون يعني مدرك وإنت بإيدك كده اخترت الحاجة دي، لكن ما تكون يعني بس كده يعني with the flow. دي يعني حاجة، دي حاجة مهمة جدا جدا. أول حاجة أنا دكتور أنور، دكتور أنور يا أخي سعيدين جدا بيك ويديك العافية. دكتور أنور السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ده أنا طلعك من الكومفورت زون بتاعتك يا دكتور. يا أخي والله الكومفورت زون مرقنا منه زي 50 مرة، ولا جاي راجع له تاني. التحية كبيرة جدا للأستاذة مي عاطف، يعني الشخصية الرائعة الملهمة، نتعلم منها ونستفيد. شكرا لك يا حبيبنا يا سيدي، يعني على الجهود العظيمة والونسة دي. أجمل برنامج بالمناسبة عندنا في الباحثين السودانيين. شكرا لكم وإحنا بنسمع. الله يديك العافية، تسلم كثير. طيب يا أستاذة مي، الحتة بتاعت نحن في السودانيين دائما بيقول لك يا أخي زول ده غنوع، الفرق شنو بين الغناعة ومنطقة الراحة؟ لأنه يتخلي في خلطي بيناتهم كده شوية، يقول لك يا أخي يا أخي أنت تعبان كده ليه؟ ما في النهاية رزقك ده بيجيك. والمهم يعني في، أنا شخصيا ما مقتنع بالحاجة زي دي، ولا عندي منطقة راحة، لكن بسمعها كثير يعني. هي يعني فعلا زي ما قلت، هو يعني زي شعره بسيطه كده بتفصل بانك انت تكون قنوع وانك تراضي بحالك. احنا ما بنقول انه احنا عشان عايزين تو موف اون معناه احنا ما قنوعين ولا ما راضين بحالنا. احنا الحمد لله قنوعين جدا وراضين بحالنا جدا، بس مؤمنين بالبوتنشال بتاعنا، مؤمنين بامكانياتنا وبانه ربنا ده كريم، كرمه عجيب جدا. ليه نجيب هنا بس؟ اذا انت عارف تماما انه الأرض اللي أنت بتزرعها دي، أنت بتزرع فدان واحد، وعارف تماما إن الأرض دي ممكن تزرع فيها 10 فدانات، ليه بتزرع واحد بس؟ ما هو هي الأرض دي خصبة وحتديك، لو أنت زرعتها حتديك، فليه وقفت يعني في 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 فدان واحد؟ يعني حاجة مهمة جدا إن نعرف إنه الحاجة دي بيدنا إحنا، يعني الخيارات بتاعتك أنت اللي بتختارها. قصتي انه احنا نفضل قاعدين في يعني في المايند سيت بتاعت الضحيه، وانه ما في حاجه كتير بتتعمل وكده، اكيد ما حاجه كويسه. انا شخصيا حسب دي حاجه مقتنع بها انا شخصيا، وفي ناس ممكن برضه يكونوا مقتنعين بها، انه ربنا سبحانه وتعالى ده اداك الدماغ ده، واداك الجسم، واداك الصحه والعافيه، يلا قال لك انطلق يعني. فمفروض يكون عندك ما يكون عندك حدود بتاعت انه والله يا اخي انا يعني انا ذاتي بيطلعني من السودان شنو، وانا يا اخي امشي اعمل الحاجه دي، وانا ما هو اسمي مرتاحين ضحك وانس، وبالليل نمشي نقعد نضرب البوش ونجي، والصباح شاي اللبن فالتفكير ده بالذات، الحاجه دي عشان الناس تمشي لقدام لازم يتغير. لان احنا ما نيجي نشرب الشاي الصباح ده ويكون ذاته زي الاجتماع بتاعنا اللي بنخد فيه التو دو ليست بتاعتنا، وبعد ذاك اي زول يمشي ينطلق يمشي الحته بتاعته، يعني حتى بره يعني الناس اللي سافروا وهاجروا لحد الان، واحد يقول لك يا اخي ما دايرين شمال سوداني ودايرين يا اخي. بس انا بعتبر انه ده يعني الواحد بي 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 في بتحرمك من حاجات جميله اكتر، يعني انت طلعت بره استمتع بالحاجات الجميله الثانيه يعني. فديك لما ترجع عليها امشي اضرب البوش والحاجات الثانيه دي. طيب في حته يا استاذه مي، الحته انت مشيتي من الشركه، الشغل بتاع مثلا انت لما تشتغلي في مالتي ناشونال كمباني، يعني انت كنت في بوليتكس والحاجات دي وكده يعني. طيب التعلم فيها بيكون شكله كيف يعني؟ انتوا بالذات ناس الهيد شار بيست اون وات، انه والله يا اخي مثلا ياسين ده محتاج للكورس الفلاني، او الجهه الفلانيه دي محتاجه للكورس الفلاني يعني. فدي بيضعوها ناس الهيد شار، ولا تكون دي بوليسي جايه من فوق يعني؟ هو شوف، كل شركة والطبيعة بتاعتها، زي ما قلت لك مثلا سلمبرجي كان عندهم ستراكشر واضح،
كل زول عنده كارير باس معين، عنده عدد من الترينينجز مفروض يعملها، أول ما يخلص الترينينج ده حيمشي للخطوة الفلانية. فالستركتشر بتاعه واضح جدا جدا، وبيعتمد يعني بيورلي على السيستم، على الترينينج اند ديفلوبمنت سيستم حقهم، والترينينج اند ديفلوبمنت مانجر مسيطر هو على الحاجة دي بيز على الـ على على وظيفتك انت يعني المحددة. في إيمرسون الموديل مختلف جدا، بيخطوا يعني 90% من الحاجة دي على عاتق الموظف، بيعتمدوا على إنه أو السلوغان اللي بنستعمله إنه you own your own development، يعني الزول ما داير يتطور ده وما داير يمشي لقدام الصومة بيزعجه، خليك محلك محتاجينك هنا. بيدعموا أو بيشوفوا الزول اللي هو مثلا حاسي إنه عنده potential وعايز يمشي لقدام، ويعني هو اللي بيكون seeking إنه أنا عايز أمشي الخطوة الفلانية، عايز أعمل الكورسات الفلانية، عايز أغير الجوب، أحول من الجسم ده للجسم ده. فالاعتماد كله بيرجع للموظف. عندهم framework شغالين به اسمه 70-20-10، اللي هو 10% من النوليدج بتاعتك مفروض تاخدها من الترينينج روم، من الترينينج. شوف 10% بس وايل سمبر جاي، لا يعني الترينينج بدو يمكن 80%، ديل بدو الترينينج والترينينج روم الترينينج كلاس رومز 10% بس من النوليدج، من البادي نوليدج حقك. 20% من الناس اللي حوالينك، يعني يكون عندك منتور، تمشي انت تعرف الناس بيعملوا الحاجات كيف، تمشي تشادو مدير تاني عشان تشوف هو بيتعامل كيف كده، دي 20%. وال70% اللي هي hands on يدوك stretch assignment، يرسلوك لي assignment، يعني يدعوك في الديب اند زي ما بقولوا، وانت تحاول تتعلم العوم براك. فكل شركة والموديل بتاعها يعني. تمام جدا جدا. طيب نجي للحته بتاعت الكوتشنج، يعني انت حسيتي في فتره من الفترات انت والله دارت تمشي تعملي الاي سي اف سيرتيفيكيت، يعني فكده دينا اول حاجه خلفيه عن انه الاي السيرتيفيكيت دي ذاتها يعني مفروض منو اللي بيعملها، لانه نحن عندنا هوس بتاع انه شهادات، يعني مجرد ما انت رسلت لي الحاجه دي انا بديت اعمل جوجلينج يا ربي دي شنو كده نشوف هل فالحاجة دي الاوبسيشن ده عندنا كلنا يعني. كيريوزيتي والفضول ده مفتاح لأي شيء، أي زول ما عنده فضول كده ده يمشي يفتش له فضول، لأنه هو اللي بيفتح الأبواب أكيد يعني. طيب الـ ICF دي اللي هي يعني International Coach Federation، هي فيدريشن أمريكية قررت إنها تقنن الشغل بتاع الكوتشينج ده، لأنه يعني للأسف ما عنده يعني بادي بنياه، ما في كوليج، ما بيقري في الجامعات، يعني ما في جامعة بتديك شهادة اسمها كوتشينج. هو مجال جديد ومجال مفتوح، هو مجال يعني اتولد من النيوروساينس، من العلم بتاع السوشيولوجي والمخ والأعصاب والحياه دي، يعني كلها ريسيرشز اتجمعت كده، وفي فطاح لكبار كده قاموا بدوا الكلام في المواضيع دي، ومنها بيجوا في ناس عندهم القدرة بتاعت يعني إنهم يسأل الأسئلة الصح، إنهم يقدروا يعني يخلوا الواحد to open up ويشوف روحه من جوا وكده. وبيجي الحاجة دي أي زول بيشتغلها، يعني ما في أي requirement، ما شرط تكون خريج جامعي، ما شرط تكون عندك شهادات معينة، ما شرط تكون أدبي ولا علمي، الحاجات تاعتها purely soft skills، يعني انت عشان تقدر تنجح في الكوتشينج لازم تكون فعلا عندك الإحساس الحقيقي بالناس، يعني تكون people person، تكون عندك يعني genuine reasons انت ليه عايز الكوتشينج ده. وعشان كده مثلا بنلقى أغلبية الكوتشز الدخلوا الفيلد بس لحاجة ربحية ما بينجحوا شديد فيه، لأنه ده ما حتة بتاعت بيور ربح، لو ما أنت جينوين اللي بتقدر تحس بالناس وبتقدر يعني تكون بسموه شنو يعني زي to show empathy حقيقي للشخص اللي قدامك، في الغالب يعني الناس ما حيقدروا يقروك بالصورة الصح وما حتنجح في مجالك. طبعا في ناس نجحوا يعني، لكن أكيد بيكون عندهم bit of boss، لكن لو داخل المجال بس للربح في الغالب ما حتنجح فيه.
طيب بعد ذاك انت بديت يعني اخذت الشهاده دي او اخذت اللايسنس دي وبديت تشتغلي بها، يعني كان ماشي. محور الاهتمام بتاعك شنو يعني في الحته بتاعت الكوتشنج دي؟ حلو. شوف، زي ما قلت لك، انا في الاول كانت يعني اندهاشات. كل يوم كنت برجع مندهشه بكميه الحاجات اللي انا بعرفها عني انا شخصيا، عن تكويني، عن انه انا ليه بحب الحياه دي وليه ما بحب الحياه دي، البايس اللي عندي انا ذاتي. احنا شوف، ما هنقول احنا سكولرز وما عندنا قصه البايس، ولا مثلا نفكر بصوره بنحاز لحته اكثر من حته، لا، بدام بني ادمين حيكون في جزء منا فيه، لانه دي يعني احنا مجبلين، يعني مخنا بيفكر بالصوره دي. فكل ما كنت بتعرف اكثر واكثر عن الحاجات اللي انا محتاجه فيها شغل وكده، ده كانت ديفينتلي يعني بستمتع جدا بالمجال، وبحس انه اوكي انا عايزه اكثر اعرف في الحته دي، انا عايزه اكثر اعرف في الحته دي. فزي ما قلت لك، شفت الكيريوزيتي والفضول ده حاجه كده بتلزك لقدام. بعد ما تخلص السيرتيفيكت، هي السيرتيفيكت في ساعات معينة كلاس روم عادي لازم تحضرها، وبعد كده بيقول لك بتبتدي تعمل التدريب بتاعك زي 18 ساعة مع الجروبس اللي انت اتدربت معاهم، بعد كده بيشكوك تعمل 100 ساعة بتاعت one on one coaching، وتكون مدفوعة كمان يعني عشان يتأكدوا انه انت ماخذ الموضوع سيريس جدا جدا. يعني أول ما خلصت المية ساعة دي وأخذت السيرتيفيكيت، جيت للسؤال بتاعك، أنا عايزة أتخصص في شنو؟ لأنه بيقول لا نيتش، يعني كل زول أوكي الآي سي إف دي بتديك الشهادة زي العامة كده، لكن يلا في ناس بيجوا يتخصصوا في الريليشن شيبس مثلا، بتكون كوتش بتاعت ريليشن شيب، يجوا الأزواج أو الأولاد وأهلهم، الناس اللي عندهم مشاكل في الريليشن شيبس، وده بيكون المرجع بتاعهم الكوتش بتاع الريليشن شيبس. في كوتشز تانيين بتوع بارنتينج بيساعدوا أولياء الأمور، في كوتشز بتوع عموما الأدكشن، الناس اللي بيدمنوا على حاجات معينة، يعني في مجالات كثيرة جدا جدا. فأنا بصراحة كنت بازلت، أنا مايلة ليه، لأنه من الأول حاجة دخلتني بقيت ما هي الحياة اللي أنا عايزها. يعني أنا دخلت عشان أخدم الأورجانيزيشن اللي أنا شغالة فيها، لكن بعد ذاك لقيت روحي أنا بخدم في روحي أنا أول شيء قبلها، وبعد كده حسيت إنه أوكي هو عالم ممكن أنا أختار أي حاجة. فلأنه أطفالي في الوقت ده كانوا في سن بتاعت عايزة the best for them، وعايزة وبازلت، يعني إحنا كلنا ما بزول علمنا إحنا نربي كيف ولا مفروض نعمل شنو ولا كده. فحسيت إنه الكيدز كوتشينج مجال ممكن فعلا يخدمني، ومجال بعيد عن الشغل، لانه انا حسيت انه القصه مزاج، يعني انا ما بعد كده القصه دي ما لي الشغل ده لي انا. وبعدين الكوتشنج ذاته لما تتعلم اكثر في الكوتشنج بتعرف انه هو يعني حاجات كبيره شديد، يعني انت بتتكلم مع الواحد وبتكون حريص جدا انه انت ما تاثر على رايه باي صوره، ما تخط القناعات بتاعتك في الزول، يعني بتفتح له مجال انه هو بس يعبر. فانا كنت يعني نفسي اعرف كيف نعمل الحاجه دي مع الاطفال، يعني I know very well how to do it مع الكبار، لكن مع الطفل حقول له كيف الحاجات دي، انا عايزه يعني عايزه اقومه، عايزه ارشده. وفي الكوتشنج ما مفروض تقوي، يعني ما مفروض تقول لزول اعمل كده كده كده، لو كوتش قال لك اعمل كده 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 امشي غيره طوالي، لان ده ما كوتش كويس. فيا حبيت انه اجرب الكيدز كوتشنج، وفعلا عملت شهاده ثانيه في الكيدز كوتشنج، واكيد خدمتني جدا جدا مع اولادي، خدمتني فعلا، يعني حتى هم ذاتهم يعني حبيت لما هم مرات كانوا يعلقوا لي انه ماما انت الحاصل شنو، يعني مثلا زمان يقول لي كنت زمان كنت بتقول لنا يعني لو سألناك مثلا أنا مفروض أبقى شنو ولا كده، أنا طوالي جاهزة مهندس ولا دكتور ولا بديم الليستة جاهزة، لكن حسي it's all about what they want to do، هم عايزين شنو. ففي حاجات definitely ظاهرة هم يعني بيلاحظوها، وفي حاجات يعني ما ظاهرة الواحد بيحاول يدسها. الكيدز كوتشنج مجال جميل جدا، لكن بعد ما اشتغلت فيه فترة بسيطة جدا، طبعا بعد الوركينج اورز في الويكند،
كنت بشتغل في الكيدز كوتشنج بسرعة جدا. I realized إنه مهما كنت أنا كوتش خطيرة ككيدز كوتش, لو الأم والأبو ما بيتكلموا نفس اللغة دي أنت بتنفخ في قربة زي ما بقولوا مكدودة. وبعدين الأطفال يعني سهل جدا تقويمهم, سهل جدا تغذيتهم بأي فكرة عايزة, لكن لو من يرجعوا البيت والأم والأبو بكونوا ما يعني ما ماشيين معاك في نفس اللاين ده, أنت ما عملت شيء. فحسيت وكنت يعني كل مرة بشوف مش القصور لكن الفهم الخاطئ بتاع الأم والأبو. فحسيت إنه لا معناها القصة ما كيدز كوتشينج, القصة بارينتينج. فركزت مع البارينتينج نفسه وبقيت أحاول يعني أعرف أكثر وأكثر عن البارينتينج, والحمد لله يعني حسي بعمل ريفيرينج ولا ريفرنس لناس كتار من الأصحاب والدائرة القريبة في الحتة بتاعت البارينتينج دي. لكن أجين يعني ده ما شغلي الأساسي, أنا شغلي بشتغل 8 إلى 5 كل يوم في يعني proper HR professional job. فدي زي ما بقول دي حياة الفولفيلينج, بس المزاج الأكسترا. يعني من البارينتينج حسيت إنه أوكي البارينتينج دي حاجة ممكن تخدمني وتخدم ناس كتير جدا حولي, لكن بالنسبة للشغل الإكزيكتيف كوتشينج والليدرشيب هي المين تارجت. فأجين بديت يعني كمان أعرف أكثر عن الليدرشيب سكيلز والليدرشيب وكيف أنت تقدر تتعامل مع الإكزيكتيفز دي, لأنه الكوتشينج سيشنز مع زول جايك للايف كوتش سيشن عايز تتكلم عن المشاعر وتتكلم عن الحاجات دي, فريق لما يجيك واحد إكزيكتيف مهندس ولا مدير كبير وبتعامل بخشونة شديدة جدا مع أي حاجة بتقابله, فديفينيتلي يو نيد ديفرنت سكيل سيت. لكن الحمد لله يعني حسيت إنه دي الحاجات اللي أنا حابة أركز فيها. في جاء فرصة بتاعت كورس معين في الشغل, حاجة اسمها Managing Unconscious Bias, هي يعني إنه أنت كيف يعني تتغلب أو تمحي العنصرية والتحزب اللي ممكن يحصل في 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 البيئة بتاعت العمل. أنا حسيت إنه عندي باشن شديد جدا في المجال ده, وبدأت يعني زي شفت الزول اللي قضلته هم جابوا الترينينج ده وقالوا لكل الـ HR managers يا جماعة دربوا الناس في الماتيريال دي. أنا شلت الماتيريال دي وجريت بها زي ما بقولوا, بقيت بعمل الكورس ده كل هو 3 ساعات, كنت بعمله كل أسبوع أكثر من مرة, وحاجة يعني time consuming وبتضطر تتأخر شغلك لبعد الworking hours وكده, لكن لأنه حبيته جدا وحسيت إنه زي جمع كل الحاجات اللي أنا بعمل فيها دي. نعم. فالحمد لله هو الفتح لي المجال بتاع التريننج بعد كده. نعم يعني والله مستمتعين جدا طبعا, أنا ما حبيت أقاطعك, لكن الكورس الأخير ده يتخيل لي ده نحن محتاجين له في السودان, يعني محتاجين لكل يعني الأسع الهيلمان الحاصلة دي والتنظيرات والتصريحات الهوجة, فيتخيل لي الناس محتاجين له, يعني محتاجين له عشان تقالم داون ذاته, عشان أي واحد يعرف نفسه أنا منو, يعني ما قبل ما هو يمشي يصرح والبيجي بقول لك أنا وصي على يا أخي, ما في زول وصي عليه زول, صح؟ يعني مسيرة جميلة والله, يعني مسيرة جميلة جدا ومستمتعين جدا يعني, والشباب يعني طيب في السكرين دي او في السلايد دي في صور, يعني ما تكلمت لنا عنهم. والله خسارة طبعا لانه كنت مضغوطة في الوقت, لكن كان نفسي يعني اخذ صورة من كل مرحلة في دي, لانه عندي لايبرري كويسة. لكن هنا دي يعني دي صورة من التيم اللي كنت شغالة معه في سلمبجي, بعدين بين سلمبجي واميرسون جيو الثلاثة شباب ديل ربنا يحفظهم, والصورة تحت يمنى ومحمد ويسرى, ما شاء الله او يسرى, والصورة تحت ده التيم الشغالة معه في إميرسون, حسي يعني دي واحدة من الصور بتاعت إميرسون. يعني دي المسيرة الوظيفية if you want to call it, يعني
فأجين شكرا جزيلا لكم. وأنا زي ما قلت لك يعني ما كنت متأكدة يعني أنتوا بتكونوا عايزين شنو بالضبط، وممكن كيف نفيد الناس بالرحلات المختلفة دي. أنا مبسوطة أنكم مسمينا يعني نجاح وكذا ده، والحمد لله. يعني أنا I know أنه مثلا يعني ما بشوف روحي مثلا نجحت لان ليه، لانه عندي احلام كبيره شديد، عندي افكار كبيره شديد، وزي متنازعه بين you know بين الشغل الدوام الرسمي المنتظم وبين انه زول يقوم يغامر ويستقيل ويعمل حاجاته براه. لكن ما مشكله يعني لسه الصراع ده قائم، وفي الوقت الصح افتكر الزول بياخذ القرار الصح ان شاء الله. نعم طبعا، لسه احنا بعد شويه في مداخلات، الناس المنتظرين 200 نفتح لهم المداخلات، فلو في اي زول عنده مداخله الناس معانا في الزوم او في الفيسبوك مرحب بهم. طيب الحته بتاعت ونسى على جروب النجاح دي، ما هي يا سيدي انا متاكد اي زول بيجي بيسمع الحلقه بتاعتك دي هتبقى له ودرب لنجاح، هيمشي يعني يفتش يشوف ذاته. يعني يا سيدي انا اللايف كوتشنج دي انا ما كنت فاهمها كده، يعني يا سيدي انا يا دوب وقعت لانه بقى الاعلانات كوتشنج ده كوتشنج في كده ده كوتشنج في كده، فالموضوع زي ترندي كده يعني ما كنت. لكن الكورس الاخير ده يا ريت وتجي تعال ابدي معانا نحن في مبادره الباحثين، يعني في يعني جدا 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 ما في أي مشكلة. بالعكس أنا حابة يعني، وزي ما قلت لك هو واحدة من الحياة الحلوة في الكوتشنج دي، يعني أنت الخير اللي بتشوفه فيه بتحس إنك أنت ما عايز تمسكه لروحك كده بس، يعني فعلا فعلا بتحس إنه حرام حرام نوع المعلومات دي ما تكون متاحة لأي زول، لأنها بيزكس عديل كده. يعني زي ما إحنا تعلمنا كيف ألف باء تاء سا، لازم نتعلم إنه إحنا كيف نكون ريزيلينت، كيف نتعامل مع مشاعرنا. وبعدين بالذات مع الكورونا والعملته في العالم كله، المينتال هيلث بقى يعني مش توب وترندي، الناس خلاص فقدت عقلها زي ما نقولوا. ليه؟ لأنه إحنا يعني ما كنا مجهزين، ما كنا مهيئين إن إحنا نتعامل مع الـ مع الـ مع الـ الغيبيات دي كلها، الانسرتينيتيز، الضغوط، ما كنا ديفينتلي مهيئين كبشر يعني كعالم في الدنيا دي. نعم طيب يعني زي ما قلت لك انا بس خطيت السلايدز دي على اساس انه شنو ممكن حاجات تو ريفلكت باك للناس والناس تستفيد منها. نرجع للحته بتاعت انه انا يعني عندي بليف كده انه انا ما كنت شاطر شديد في المدرسه، وكنت يعني بفضل اللعب والكونكشنز أكثر من الديديكيشن للقراية وكده. فالحاجة دي قدر ما هي يعني كانت نقمة في الوقت ذاك، لكن كانت نعمة في نفس الوقت لأنها خلقت عندي إحساس بالذنب الجلت. وعشان كده أنا قمت حبيت أخذت السلايد دي لأنه تكلمت فيها دكتور بريني براون، هي طبعا زولة فظيعة ريسيرشر في المجال بتاع الكوتشينج وبتاع الليدرشيب، حوريكم عنها حاجات. وعندها ويب سايت يعني كريم جدا جدا لأنه أغلبية الماتيريالز فيه فري، you can access download وتشوفوا حاجاتها كلها اللي هي بتشتغلها. فالزولة دي تكلمت a lot وعملت ريسيرش في الفرق بين الجلت والشين، الفرق بين إنه إحنا نحس بالذنب وإنه إحنا نكون يعني حاسين بالعار أو الخجل الشديد أو يعني الشين. ليه؟ لأنه الجلت زي بدينا دافع، أنت بتحس بالذنب فبتكون عايز to put more effort، عكس الشين. الشين ده أنت يعني بتغرق في الوحل، بتكون ما شايف أمل أساساً، أنا ليه من الأول أتعب. الجلت بيكون يعني صوت بيقول لك إنه أنت you did something bad، أنت عملت شيء غلط. while shame بيكون صوت بيقول لك أنت ذاتك كده غلط. ده هو الفرق الكبير جداً بين الجلت والشيم. الجلت أنا عملت حاجة غلط عايزة أصلحها وحقدر أصلحها، وده اللي كان حصل مثلا لما انا كنت ما شاطره شديد في المدرسه، حسيت انه لا يعني انا الفاميلي بتاعتي كلها خاتين انه احنا مفروض ننجح، مفروض كده مفروض كده، وانا ما قدرت تميت الستاندردز دي، فعايزه يعني عايزه تبروف نفسي. فكان في احساس بتاع جلت هو المداني اللي قدام، لو كان احساس بتاع شيم كنت ما حعمل اي حاجه، لان كنت حكون مقتنعه انه لا انا غبيه انا ما شاطره and that's it.
فمهم جدا احنا ندرك الحته دي. والحاجه دي يعني الجميل لما شفت الريسيرش ده, والريسيرش معمول في I think culture.com, بيقارن بين الايسترن كلتشر والويسترن كلتشر, الثقافات او البلدان الغربيه versus الشرقيه. لاحظوا معايا الفرق بتاع الجراف ده. يعني الويسترن الدراي الاغلبيه العامه هي الجلت, عشان كده هم بيمشوا لقدام. الشيم ده ما بيقفوا فيه, ما في زول سيء وحيتولد سيء وحيموت سيء, بيخطوا الافورت. الما كويس الليله بيبقى كويس بكره. لكن لانه الايسترن كلتشر عموما الحاجه الطاغيه فيها هي الشيم والار, وانه احنا ما نافعين, والشعب السوداني ده اصله ما حيمشي قدام, والثوره فشلت, وال خلاص. يعني ما بيكون عندنا الدافع الكافي انه احنا تو موف اون ونحاول ثاني وثالث ورابع. فيعني ريلي حسيت انه الحاجه دي مهمه, انه يعني نفرز بين الاثنين ونطلع روحنا من الدائره بتاعت الشيم اذا احنا اقتنعنا انه احنا فيها فعلا. نعم. طيب بس معليش ارجع للسلايد النايد, لانه ده كلام كبير جدا يعني. طيب نحن اللي هو الذنب, يعني قلت الذنب والشيم اللي هو زي ما قلت العار وكده يعني. طيب نحن عشان نخلي الحاجه دي متوازنه المفروض نعمل شنو؟ هل هي دي راجعة للتربية ولا تعليم؟ الاثنين طبعاً. إحنا يعني back to parenting, إحنا عندنا طريقة تربية جارحة جداً جداً للأسف, ما هعمم يعني, لكن الأغلبية العظمى يعني عندنا أنا قبل كده كانت تكلمت إنه الشعب السوداني ده قدر ما إحنا ناس حنينين وحلوين وأي حاجة, لكن لغتنا كلغة جافة جداً جداً. وده اللي جاب الكلام لأبقيجة وللجماعة دي اللي بيقولوا إنه أنت ما بتعرف تقولوا كلام حلو والكلام ده. It's true لأنه دي جزء من لغتنا. لغتنا يعني مثلاً لو قارنتنا بالمصريين ولا الشوام ولا كده لسانهم حلو شديد مو؟ فإحنا لغتنا شوية هارش, فبالتالي برضو بتتعكس على أطفالنا. يعني كلام شفته زي شنو ما تخلي العوارة دي, وده شنو ده, وانت زول ما نافع. يعني كلام كده اي بارنت حلو جدا وبحب اطفاله جدا, لكن عادي جدا. عامل فيها شاعر يا استاذ مي, عامل فيها شاعر بالضبط. وده ما له عامل كده بالضبط تبخيص شديد, عامل فيها عالم وعامل فيها شاعر. ففي حياة صغيرة كده ده يعني لازم ننتبه لها, لأنه دي هي اللي بتخلق البيليف سيستم اللي قلنا عليه. يعني كل زول فينا عنده بيليف سيستم ممشيه. فيعني والخوف هنا الخوف من شنو يعني في الجراف ده؟ هو ما خوف, لكن هو بس بيعكس ليه الويسترنز ديل ماشيين قدام وإحنا ما قاعد نمشي قدام زيهم. يعني دي مجتمعات منتجة, مجتمعات يعني ما تقدر أقول هم ناجحين وإحنا فاشلين ولا كده, لكن يعني it just reflects إنه ليه إحنا ما بنسأل نفسنا ليه إحنا ما منتجين بالصورة دي, ليه إحنا بنستورد أي حاجة, ليه إحنا شوف مثلاً مجال الكوتشينج ده ليه اضطرينا نستنى آلاف السنين دي لما نيجوا ناس كان توني روبنسون كان بريني براون. ليه ما عندنا ناس زي بريني براون في 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 المجتمع الشرقي؟ ليه ما في ناس زي ديل؟ الناس ديل حسي في كمية من الكوتشز بالناسبة المصريين والكويت very ahead من باقي الوطن العربي في موضوع الكوتشينج ده. لكن للأسف with all due respect لكل الكوتشز العرب الموجودين, لكن اعتمدوا على ترجمات. يعني ما في زول عمل حاجاته كويس, ولما تقرأ أو تشوف شغلهم بتلقاه شغل مترجم, ومرات مترجم ترجمة ركيكة يعني. فنصيحتي لأي زول عنده لغة حلو الكلام من خشم سيدو, الناس ديك لسه قاعدين وعايشين ما ماتوا وقاعدين تيجوا في الـ في الـ في البرودكتس وفي الماتيريالز دي, فناخد الحاجة من السورس ذات, لأنه في لغط كتير في confusion حاصل في الناس اللي ما أخذوا المجال من حتة علمية بالذات when it comes للطاقة وكلام الطاقة والحاجات دي. في actual physicians وناس بتوع quantum physics بتكلموا في الكلام ده. الزول الانترستد ياخذ منهم, هم ياخذ من السورس طوالي, ما يعين للترجمات ما شاء الله.
ده يعني هو فعلا طبعا الحته بتاعت الترجمه والحته، يعني انا مرات كده في حاجات بقراها حتى جوجل، يعني هسه الجوجل ترانسليت او كده المترجم بتاع جوجل ده فيه حاجات كده بتتوه يعني. فزي ما قلت يعني احسن الناس يعني ده موضوعنا، لكن احسن الناس ترجع للسورس يعني. طيب او انا بس او في حته، تمشي للترجمه، عفوا دكتور نور، يعني تمشي لترجمه الكتاب نفسه مش البرسبشن. يعني في ناس بيخطوا الانتربريتيشن بتاعته بالضبط دي هي اللي، بالضبط لو اخذ ترجمه حرف بحرف ما في مشكله، لانه ده حيكون كلام العالم ده. لكن ما تاخذ ترجمه بتاعت واحد عربي يعني شكل الحاجات بيفهمه هو وبعدين جاي يخطها لك. تفضل. بالضبط بالضبط. لانه الكونتكست عارفة بيختلف تماما. يا أستاذة مي، أنا طبعا بيرني براون شفتها أول مرة في تيد، فوق وكنا في 40 الفريق مليون. هاي بالضبط اللي هو الفورنابيليتي، وتكلمت عن الشيم والقلت وكده. فيلا لما تيجي تشوف لك واحد من الشباب يعني طالع جديد في موضوع الكوتشنج، ما قراه، حتى لو قراه ما قراه في انستتيوشن بيطلع ريسيرش عن الموضوع وفيه ناس بروميننت وكده، فبالتالي بيجيبوا الحاجه يعني فيها زي ما قلت التفسير بتاع فهمه هو للموضوع من الترجمه، فبيجيب الحاجه مشوهه. والله يعني احنا في الباحثين السودانيين يعني كان في شباب كتار جدا عندهم بوتنشال انهم يكونوا كويسين في الكوتشنج وكده، لكن بكل اسف ما اخذوا من المصدر. وده طبعا البارير بتاع اللغه برضو، اللغه الانجليزيه، احنا طوال بنحفز الناس انه بيتعلموا اللغه الانجليزيه ياخذوا فيرست هاند لازم. من السورس، فبكل اسف بتلقيهم جايين يعني شايلين الكونسبت وبيحاولوا يروجوا له وكده، لكن الواحد ما ممتلك ناصيته. فنحن اسي والله معولين كتير جدا عليكم انتم كخبراء يعني تقودوا الحاجات دي اساس انه الشباب يصلوا يعني الموضوع. كتر خيرك. إن شاء يديك الله. العافيه دكتور عمر. طيب نواصل. ده برضو كتاب بتاع بريني براون اللي هو التيد توك اللي هي عملته عن الفولنربيليتي. بعده كتبت الكتاب ده، هو اسمه The Gift of Imperfection، اللي هو يعني الهدية الحقيقية أو النعمة الحقيقية من إننا نحن نكون يعني متقبلين فكرة إنه إحنا ما بيرفكت، احنا بني ادمين، يبقى احنا مستحيل اننا نصل للحته بتاعت البرفكشن دي. فالكتاب ده كتاب عظيم جدا، الشغل فيه يعني شغل جميل جدا. لو ما عندك بال انك تقرا الكتاب كامل، شوف التيد توكس بتاعتها او شوفي التيد توكس بتاعتها. دكتور انور انا عارفه انه اشتغل في الترجمه بتاعت كميه من التيد توكس، اكيد يعني دي حتكون واحده منهم لانه فات ال 40 مليون فيو التيد توك ده. فيعني دي حاجة، الكلام ده ما ممكن تكون يتقال وإحنا ما سمعناه، مفروض الناس تسمعه لو مترجم ولا ما مترجم، لأن يعني شي touch based حاجات أكثر من مهمة. أنا حبيت بس أجيب يعني ال kind of ال guidelines، هي ادت 10 guidelines في الكتاب ده، الحاجات اللي هي بتشجع أو هي نفسها قررت إنها تتخلى عنها، والحياه اللي هي حتحاول تجيب منها زياده في حياتها. اول حاجه ان هي تهتم بانه الناس بيقولوا شنو عليها، على شكلها، على علمها، على 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 again نرجع للنقطه الاولى انا قلتها، it's all about you. انا دي جوا شنو، خليك من الناس برا بفكروني فيني انا شنو. الperfectionism اللي هو انه، ودي تاني ارجع للكنداكات، اوكي، والفكره بتاعت انه انت لازم تكوني سوبر وومن، لازم تكوني ناجحه وشغاله وعندك اولاد وعندك زوج وعندك بيت وعندك ده وعندك ده وعندك ده وشكلك عامل كده ومجيها و و ده perfectionism يا جماعه، وده ما في الدنيا دي، واللي بتعمل كده مسكينه بتصل سلطه اخر الليل. فشنو يعني نتخلى عن فكره انه احنا عايزين اي حاجه تكون للتوب ستاندرد. النومينج اللي هو التخدير اللي احنا بنعمله مرات، اللي هو يعني هي بتتكلم هنا عن النومينج، اي شيء احنا بنعمله عشان نشغل به وبالنا عن الحاجه الاساسيه المفروض نعملها، اللي هو بتدخل تحت النومينج دي شنو، الاستعمال المسرف للسوشيال ميديا. لما نلقى روحنا قاعدين اليوم كله في يو نو في الفيسبوك ولا انستغرام ولا سناب شات ولا اي كانت السوشيال ميديا، التلفزيون ذاته، الناس اللي بيحضروا التلفزيون ساعات طويلة جداً جداً literally هم they're trying to escape حاجة، يعني عايز يهرب من واقعه ده. أيوة أحسن حاجة تنح في التلفزيون أو في كده. الناس اللي
تلجأ للمخدرات وللسجائر ولكذا، يعني كلها بتدخل كل حاجات الإيمان دي تحت النومينال، هو بيزيكلي إحنا قاعد نهرب من حاجة للواقع. فما نقدر إحنا نتعرف إنه إحنا ليه ماشيين وين ومن شنو، بنقدر يعني نخط روحنا في الطريق الصح. الليست طويلة ما عايزة أمشي فيها كلها، لكن this is just a brief، كلها جميلة جدا جدا قدر ما يعني تقدروا تعاينوا لبريني براون والشغل بتاعها، هي زولة حسي أكتف في المجال، فحاجة جميلة جدا. الكتاب الثاني أو الفكرة الثانية برضو ممكن تفيد الناس كلها، فكرة إنه إحنا نكون أوكي مع الخوف. الكتاب ده بقول إنه feel the fear and do it anyways. الشعور بالخوف شعور طبيعي جدا، هو زي ميكانيزم بتاع سيرفايفل. إحنا كبني آدمين كان لازم يكون عندنا شعور بالخوف ده عشان نقدر إننا تسيرفايف الغابات ولا الصحراء ولا المآسي ولا الحاجات اللي كانوا أجدادنا متعرضين بها، الحروب والحاجات دي. فلو ما في خوف كان في قلوبهم وفي عقولهم، ما كان الإنسان قدر إنه يعني بيقول شنو الخواف رب عياله، حاجة قريبة من كده. يعني كل ما إحنا بقينا أوكي مع الشعور بالخوف ده، يعني لازم نعرف إنه ما مفروض نكتمه وندسه، لا لا أنا خايفة، إيه خايفة، وده شعور طبيعي إني أكون خايفة لأنه دي مثلا نقطة مفصلية في حياتي، فأنا فعلا حاسة بالخوف والقلق، لكن it's okay I will do it anyways، ما عندي مجال يعني. فالفكرة دي جميلة والكتاب ده جميل جدا جدا، يا ريت الناس تعين له. الحاجة الثانية اللي هي زي ما قلنا بنحتاجها شديد إحنا في السودان، اللي هو الـ unconscious bias، وهنا حابة إني أسميه unconscious لأنه يعني بتمنى إنه الناس ما تكون يعني مدركة وقاصدة إنها تتعنصر ولا تتحزب ضد بعض. يعني إذا هو بيحصل في الليفل بتاع اللاوعي فما في مشكلة، ممكن بس شوية سيشنز كده تعالج الموضوع، أيوة لا لا أنا ما كان قصدي كده، قصدي كده بنحله. لكن لما يكون هو لما يحصل البايس دي في المرحلة بتاعت الوعي، يعني أنا كده consciously عارفة وأنا قاصدة إني عاملك بصورة مختلفة عشان جنسك ولا جنسيتك ولا لونك ولا شكلك ولا كده، يلا دي عنصرية، دي واضح صريح ما نكذب على روحنا، دي عنصرية وبتحصل في الليفل بتاع الوعي، وبرضو لازم to be addressed. ما زي الثانية. الحياة الثانية المهمة جدا جدا إنه الزول قدر ما يقدر يتخلى عن لباس القاضي اللي كلنا لابسينه، اللي هو يعني الشمار السوداني والإيجرنس بتاعينه، إحنا يعني عادي نتشمشر في الزول ده ونعلق على الزول ده ودمالة والحاجات دي، ما بتتخيل إحنا مع الطلانة كيف مع الطلانة القطيعة القطيعة، وبعدين نسميها كده ولا نقطع تمام واستغفر الله العظيم في النهاية، لا لا ما بينفع الكلام ده. في حاجات لازم ننتبه لها. يعني عموما في articles وفي كتب حلوة جدا بتتكلم عن إنه إحنا يعني ليه الحاجة دي ما محصورة على السودان بس، بالمناسبة ال judgments والشمارات يعني تعين للناس بمنظور كده بتعينك تسخر منهم في كل الدنيا. فلازم يكون عندنا فضول إنه أساسا جاي من وين، why do we judge people، يعني ليه الإنسان بطبيعته أو بعض مننا بطبيعتهم بنميل لإن إحنا يعني تججل others ونقول عليهم كلام وكده. فبرضو الحياة دي يعني استوقفتني وحبيت شديد إني أبحث فيها وأعرف ممكن يكون السبب شنو. وطبعا كل ما تعرف سبب إنت بتخجل عديل، أوه معقول أنا يكون ده السبب اللي أنا قبل قطعت طريقه في الزولة دي، معقول ده يكون السبب اللي أنا مثلا حسيت بالإحساس ده تجاه الموقف ده أو كده. فحيات مهمة جدا ومهم جدا وسبب القبيعة لقيتي وشنو السبب إنه الناس بتطلع الست فيها. الست حاجات اللي قدامك دي ممكن أي واحدة فيها تكون واحدة من الأسباب. السبب الأول مثلا إنه أنت من جوة تعبان شديد ومحتاج إنه يعني بسموه شنو زي coping skills، داير حاجات يعني مهارات تخليك تتغلب على الصراعات الحاصلة جواك دي كويس، عايز تحس إنك أنت ما براك
انا من جوا حاسه اني زول فاشله جدا وتعبانه جدا، فموت الجماعه عرس اول ما تعاين لي زول اهدي قايل روح ما عارف شنو لا دي هنا وتقطع في الناس وكذا. ده يعني مين اللي دافع انه انت ما... انت حاسه ب... ب... بمشاعر ما حلوه ودار تعميمها. ممكن السبب التاني، ودي حاجة مهمة يعني، انت لما تبدأ تدرك انه انت طيب جواك في شنو وتقوم تتعاين لانه انت حاسس انه جواك زي الزولة دي شايلة حمل تقيل جدا، فما دار تشيله برا، دار تشيل مع الناس. الحاجة التانية انه انت دار تفرض رأيك، وعشان انت تكون صح لازم اللي قدامك يكون غلط، فبتقوم انت تغلط يمين وشمال، ما انت دار انت يعني عندك، يعني عندك جهل بانه ممكن اثنين يكونوا الاثنين صح، هو شايفه من هنا ستة والزول ده شايفه من هنا تسعة، لأنه في different perceptions في الدنيا، كل زول شايف الدنيا من نظاراته. فلو ما بيجي عندنا الفهم ده حنكون stubborn وحنكون يعني متعصبين، ولا لا أنا بس الصح، وكأنه اللي قدامي بهناك ممكن هو ذاته يكون صح، يعني ما شرط واحد فينا يكون غلط. نمرة ثلاثة دي يعني we are all in this together، أيوة دي very common برضو في السودان، يعني شفتها زي ما يقولوا يعني when in Rome، انت لو قاعد في مجتمع كله شمشار انت لازم تشمشر معاهم عشان تفيل يعني البيلونجينج دي، ما انا زولة منكم لو بقيت كل قاعدة انا حقعد اعمل لكم فيها سقراط ولا كده صح وكده غلط وما تقطعوا يا جماعة وبتاع حتسهجوا مني، فتجوين يور جروب حيقطع فيني فتجوين ذا جروب، يلا كلنا نشمشر ما مشكلة، انا عايزة احس انه انا واحدة منكم يعني. فدي برضو واحدة من الحاجات مرات يعني ما بنكون عندنا very clear values. وتاني نرجع لأنه مثلا واحد عشان to confirm the values بتاعته يقوم ينتقد the values بتاعت الناس تانية، الفير ذاته الخوف مرات بيكون دافع لأنه نحن ننتقد الحياة التانية، يعني زي ما انت قبل قلت واحد يكون خايف من أنه يطلع من مجتمعه من بيته من أهله ويخترب، فيقوم طوالي يقوم يشنف لك المغتربين كلهم، لا ديل زاغوا ديل ما عارف شنو ديل يعني ناس ما مربوطين شديد بأهلهم كده يعني، وهو deep inside الحاجة الحقيقية إنه خايف ياخذ الخطوة دي. ف yeah very interesting يعني، لكن زي ما قلت في الأول لازم أنت تكون يعني بتعاين للحياة دي كلها بريلي قلب مفتوح وبتفكر إنه أنت عايز مصلحة نفسك، فخليك صريح ما تخيل مع نفسك يعني لو لقيت أي واحدة في الحاجات دي. الكتاب الأخير برضو بتاع بريني براون أنا متأثرة بها شديد، واسمه Dare to Lead. Dare to Lead كتاب عظيم جدا جدا، أنا هديته لكمية من الناس اللي حولي ولمديرتي كمان، لأنه يعني literally كتاب زي بيلخص لك أي حاجة، وهي بتتكلم أكتر حاجة عن أهمية إنه الزول يكون أوكي لأنه هو يكون عرضة للvulnerability للانتقاد للفشل، دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا إنه إحنا نبني القوة جوانا دي، لما احنا نكون اوكي اننا نجرب، اوكي اني افشل، اوكي انه زول ما يحب كلامي ويقول دي قال اروح اشنو ما مشكله، في زول ثاني كلامي عجبه وقال لنا كويسه. سو يعني القدره بتاعت انك انت تخط روحك برا دي حاجه كلنا لازم تكون عندنا، اتس ابسولوتلي فاين. امرق زي ما بقولوا شو اب شو اب، خط روحك كده برا وكون أوكي مع إحساس إنه أنت حتتعرض للكمات وضربات وفي ناس لا أحضان وكده، فيعني دي حاجة مهمة جدا. والكتاب بتاعه والويب سايت بتاعه عنده هب كامل اسمه Dare to Lead، إذا عملت في جوجل حتلقوه، في بيج كاملة عنده ورك بوك بتاع الكتاب ده، الورك بوك ده you can يعني download it for free، هو ما في جروب ما لازم تدفع ما زي الباقيين لازم تدفع في أي حاجة. الورك بوك ده ممكن يعني تعمل له print out. أنا إن شاء الله ناوية to get certified as a daring dare to lead facilitator، لأن هي يعني كل سنة بتفتح الباب عشان تعمل certification لمجموعة معينة، وأي زول بيكون certified dare to lead facilitator بيقدر إنه يعمل الكورس ده لأي يعني لأي مجموعة، لكن على شرط إنه ما يتربح منه. فإن شاء الله هعمل الهناية ده وأوعدكم بسيشن نعمله كله إن شاء الله.
بس دي كل الحاجات يعني اللي أنا كنت حابة أشارككم فيها، وبحب جداً الصورة الأخيرة دي لأنها it's reflecting a life coaches، مع احترامي لكل life coaches اللي حيسمعوا الكلام ده، لكن basically ال life coach سواء كانت يعني مرأة أو راجل، هي اللي بتقدر إنها من التراشيز اللي كانت جواها دي تقدر تعمل فستان حلو كده وتطلع تظهر به وتكون absolutely okay إنه هي قدرت تمرق الحاجات دي كلها خلاص. فشكرا لكم كثير واخذت وقت كثير يا اخي. بالعكس يعني، ما يعني احنا يعني ده اس انت اديتينا يعني كورس تقريبا مكتمل الاركان يعني. فهسه يعني انا الكتب دي كلهم كتبتهم، وبعد شويه طوالي همشي اقع امازون واعمل لهم اوردر يعني. فيديك العافيه والله يعني. طيب يا جماعه، احنا بعد ده هنفتح الكومنتس، اي زول عنده تعليق، اي زول عنده سؤال. فهيثم اخونا هيثم الكاشف اتفضل. هيثم انت ممكن تعمل ميوت من عندك طوالي. يديك العافية يا دكتور ياسين، يا أستاذ مي. حقيقة الواحد يعني استمتع جدا بالمحاضرة. أنا واحد من الناس اللي كان عندي فكرة مغلوطة جدا عن الناس اللايف كوتشنج بالمناسبة. يعني أنا بقول زي ما قبل دكتور ياسين قال الترند الناس شايلينه، فألحست به في مصطلح دارجي يعني اللي هو الطلس الناس بيستخدموه، لكن اللي لأول مرة أحس إن أنا لا الحاجة دي هو ساينس عديل كده، وعنده فرضيات وعنده حاجات، وبس الناس ما قادره تستوعبه. مع انه انا واحد من الناس بيشتغل، لكن يعني از كونسلتنت، فبحس انه جزء مكمل لشغلي عشان افهم الناس المتدرج اللي انا شغال عليه في مجال الاداره، بقوم بعمل كوتش يعني. انا حقيقه جيت متاخر شويه، وفي حاجات كتير شكلها فاتتني. انا اليونيفا وشمبرجر السودان دي واحد من المنظمات السودانيه اللي انا يعني احتكيت بها في مرحله من حياتي، فبعتذر بها جدا جدا. فحسيت نفسي انا في حاجات كثير فادتني، بس انا في جزئيه سبحان الله انا بالنسبه لي كانت مهمه اتكلمت انت فيها، لكن انا صراحه ما قادر اركز. هل انت توسعت في الكلام عنها ولا لا؟ الحته بتاعت انك انت تعمل كوتشنج للناس الاكزيكتيف مانجرز ولا للناس التوب سينيور مانجر يعني. فانا ما عرفت اتكلمت عنها في شنو، لانه حاليا انا يعني في وظيفه جديده، انا مقيم في دوله النرويج، ما شاء الله. فاصلا مجال عملي مع رواد الاعمال والمبتكرين والشركات الصغيره يعني. فحس اشتغلت في الغرفه التجاريه حس بقيت بتعامل لا مع اصحابين الاعمال، فديل كمان فئه جديده علي جدا انا ما تعاملت معاهم. رائد الاعمال في نهايه تشكله يعني، حتى ولو كان هو نرويجي او اوروبي، في النهايه انت بتشكله في شغلك. لكن حاسس انا بدات اتعامل مع دي، وحاسس سبحان الله حي دي من اول نوفمبر يعني. وحاشتغل معاهم زي ما قلت لك يعني، هم كلهم زي ما يقولوا قاده يعني، ناس يعني في يصنفوا في المليونز يعني. فالحته بتاعت الكوتشنج للفئه دي انت، انا ما عرفت اتكلمت عنها، عشان لو اتكلمت عنها انا ممكن ارجع للتسجيل، لكن لو ما اتكلمت عنها او لو وديتني كويك تيبس كده كيفيه التعامل معاهم، أكون شاكر لك جدا يا أستاذ أمي. أكيد. هو شوف يعني ربنا يوفقك، لأنه دي يعني ما شاء الله المجال اللي أنت فيه حاجة مهمة جدا، وفيري يعني أنت لازم تبالانس النوليدج بتاعتك والتكنيكاليتيز ومعاملتك مع الشريحة دي وكده. لكن أنا هقول لك حاجة، ما تكلمت عنها قبل كتير، لكن شفت الكتاب بتاع دير تو ليد ده، والهب أنت طوالي بوشك عليه، الهب فيه ورك بوك ممكن تطبعه، فيه assessment بتاعت البريفري ذاته، الواحد قد شنو مفروض يكون جريء في شغله، في معاملته في الشغل. فالويب سايت بتاع بريني براون حيفيدك شديد. بالنسبة للحتة بتاعت الكوتشنج للإكزيكتيفز وكده، again يعني هم احنا بنشوفهم كده كإكزيكتيفز وهنا، لكن هم في النهاية الناس، وناس كمان يعني مشاعرهم هي المتحكمة فيهم أكتر من الناس اللي بيكونوا emotional قدامنا دي، لأن هم لازم يخطوا بريني براون بتقول له الأرمر، لازم يخطوا الشيت دي قدام وشهم ويغطوا مشاعرهم دي كلها وبتاع. لكن انت لو قدرت انك تدخل لهم من تخليهم ان هم ناس وعندهم يعني very noble وحاجات سامية وعندهم مشاعر كبيرة جدا وكده، بالعكس يعني بتقدر تتعامل معهم بسهولة أكتر.
لكن again يعني المعاملة مع الاكزيكتيفز ومع غيرهم ما مختلفة شديد. انت في النهاية المهم انت، ما المهم الزول اللي قدامك. انت اذا قدرت انك انت يعني to fine tune الكونسلتنسي سكيلز بتاعتك والكوتشنج سكيلز بتاعتك وتفتح لهم مجالات انه هم يقدروا يقوموا نفسهم، يعني it's an easy job ان شاء الله بالنسبة لك. يديك العافية كثير. لا طبعا أول مدرب لي في حياتي كان لبناني الجنسية، هو كان مديري في الشغل، كنت شغال في شركة واحدة من شركات البترول في السودان، فهو كان مديري، فكان بيدربنا شديد. فبتذكر واحدة من حاجاته بيقول لي يا أخي شوف، طالما أنت متخصص في مجال معين تأكد أنك أنت يعني فاهم في المجال أكثر من غيرك، فدي اللي بتديك الصيغه اللي بتخليك انت لما تكون قدام زول ده مجالك انت، فانت بتقود الزول في الكلام بالطريقه اللي انت دايرها لانه انت اللي عندك النولج الاكثر منه. فشاكر لك جدا حقيقه. انا الحاجات اللي ذكرتيها دي انا وطشيت منها، لكن حقوم اخذها من دكتور ياسين التوب تو ليد. المهم الحاجه اللي ذكرتيها دي انا حقوم ارجع عليها واسجلها عندي وفتش ان شاء الله. وشاكر لك تاني والله جد مستمتعين. الله يبارك فيك، شكرا. أجين النقطة بتاعت إنه الواحد يعني يفوكس على حياته، هو الحياة دي مهمة كمان في الـ public speaking والـ presentation skills وكده. يعني أي زول حيدخل حاجة بيفكر في الأودينس بتوعه، أنا اللي حيكون سامعني منه وابتدي أنا أقلق قسي ما شاء الله أنتوا كلكم scholars وناس عندهم PhD وكده، لو أخذت لو مشيت في الاتجاه ده هرتبك وما هعرف أتكلم كثير وهحس إنه أنا أقل منكم كثير وده شنو ده اللي أنا بعمل فيه وكده. فأي زول يعني حيخاطب جمهور، انسى الجمهور، انسى هو بيتكلم مع منه، خد الفوكس بتاعك كله في الماتيريال في المحتوى اللي انت جاي تقدمه. قدر ما انت خطيت فيه هو جهدك وتركيزك، قدر ما حيقدر يوصل لجمهورك ده regardless كانوا هم منو ولا قدر شنو. يعني حتى بالذات لو بقي المجموعه كبيره، يعني زول مثلا متعود انه يخاطب 10 نفر، فجاه يقول له لا انت حتعمل برزنتيشن لقاعه فيها 50 نفر، تلقاه يتربك والادرينالين وصوته يبدا يرجف وكده. ليه؟ لانه بيفكر في الناس والناس حيقولوا عليه شنو كده، بدل ما يخلي تركيزه في الماتيريال بتاعته. فيا ركز في حياتك انت وخليك من الاكزيكتيفز. والله يديك العافيه، يديك العافيه كثير. ذكرتني نعم تفضل يا هيثم. لا قلت لك لا بجد، يعني دي نصيحة دي أنا من حسها عيش ليها. نحن عندنا المؤتمر بتاعنا الجاي، مؤتمر الإدارة، أكبر مؤتمر هيكون في الشمال الأوروبي، جزء من مهامي هيكون فيه، هيكون يوم 7. فأنا بالنسبة لي جلسة ونست الليلة دي جت في توقيتها يا دكتور ياسين، دائما أنت بتجيب لنا الحاجات الكويسة في التوقيت والله المناسب. دي طبعا دكتور اتفضل. انور هو الـ يعني له الفضل يعني في بعد الله سبحانه وتعالى، هو اللي جاب لنا الاستاذ مي ويعني مساء الخير. ايوه تفضل يا سيدي. الله يديك العافيه. طبعا الحته بتاعت الماتيريالز، انت تجيب الماتيريالز بتاعتك دي مهمه جدا جدا. اتذكر مره عملنا تريننج، فنحن جينا طبعا قعدنا في التريننج ومنتظرين الترينر ده يجي ويكون عنده سلايدز ويكون عنده شيتس وحاجات كده هنا. فقام جاب معاه الستيكي نوتس دي يعني، فجاء وزع علينا قال لنا يا جماعه عايز زول يكتب انه هو عايز يطلع من الكورس ده بشنو. يعني انا ما انا جاي intention الكورس ده؟ ايوه قالوا لي ناس الهيد شارك قال لي امشي احضر الكورس. ما يعني المهم قال لي حاجه بس بتجي، فكتبناه وعلقناه في قال علقوا لي في البورد هناك، فعلقناه. بعد ذلك بيجي بيشيل واحدة مثلا أنور قال كده 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 داير يطلع من الكورس ده كده، بيقوم بيتكلم في الموضوع ده، بيتكلم بعد شوية يعني الديسكشن بدأ والنوليدج يعني ما تتخيل التريننج ده احنا طلعنا منه الكلام ده سنة 2014، أنا بتذكره كأنه امبارح يعني، ممكن أسمع الحاجات ذاتها اللي حصلت فيه يعني. ففعلا هي زول لما يجي يتكلم ينسى الأودينس ويجهز يكون الماتيريالز بتاعته هي المهمه يعني. يا جماعه احنا قربنا نخلص، لو في اي زول عنده مداخله في رنا بتزعل عن الكتب هنكتبه لكم في الفيسبوك، الكتب انا كتبتهم فهنكتبه لكم ونحط لكم الويب سايتس بتاعتنا والاسم بتاع الحته اللي بتلقون فيها يعني. الناس اللي معانا في الزوم يا جماعه لو في اي زول عنده مداخله، اي زول عنده فيدباك، احنا قربنا نخلص عشان ما يعني ما يدي، لانه بعد ده الشباب بيكونوا منتظريننا و قريبة الساعتين كثيرة يعني قاعدة حار يعني. مشكلة. دكتور أنور معانا ولا طلعت؟ أحمد
أحمد داود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا انا كنت مستمتع اما اخذت ورقه وقلم وقاعد بس في قمه الاستمتاع. اول حاجه شكرا لك مي او كوتش مي بجد، يعني انا واحد من الناس كنت محتاج المحاضره دي، مش محاضره انا بعتبر ونسه، يعني احنا ستوري. انا بحب دائما اتعلم بالستوري بتاعت الزول، لانه حتى القران الكريم انزل بالستوري، يعني قصص القران الكريم ده يعني رب سبحانه وتعالى يعني اكثر واحد يعلم كيف يعلم البشر، هو حكى لنا بقصص. فقلت لي احكي لنا قصص صراحه، حتى زي ما ذكر الدكتور ياسين حسي انه 2014 حصلت لها هي قصه حكى علينا، فهي تلقى ترسخ المعلومات. بس انا برضو بحب دائما يعني احنا حسي انا زول في الفيلد بتاع سوفت وير انجينيرنج، لكن لاحظت انه بقيت محتاج السكيلز الثانيه، عشان انا ما كوتش صراحه، ما قاري ماتيريال بتاع كوتش نهائي عشان اكون معك فير، لكن بقيت استخدم ممكن ما قريتها، لكن بقيت احاول استخدم ممكن احضر فيديوهات لناس في كوتش، لكن بستخدمها في الفيلد بتاعي. انا بحاول اوصل المعلومه بتاع السوفت وير انجينيرنج في نفس اللحظه انا ليكتشر بقري محاضرات استاذ، فبحتاج اليات عشان اقدر اوصل. لكن حسب يعني انا ما انا الحياه اللي شايفها حلوه شديد، انه لازم يقرا الحياه اكثر عشان يقدر ما تقرا الحياه عشان ما تغلط ذات توصل المعلومه للستودنت او لزول ثاني. فجد انا استفدت كثير من الكومنت بتاعتك، فانا بحاول قدر الامكان يعني يعني ابني نفسي واطور نفسي اكثر واكثر. وزي ما اقولوا احنا قصه النجاح بدايتك طويله شديد، لكن مثلا حابب اذكر بس حاجه دكتور ياسين لو سمحت لي، لانه استاذ زمان دائما بيكرر انا لسه ما نجحت. تعرف استاذ زمان النجاح، النجاح ده اصلا هو ذاته في قصته، في بدايته وفي نهايته. النجاح، النجاح ده ما عنده بدايه ونهايه. يعني انا بوريك انك انت ناجحه، انا كده بتغير تحديد نجاحك، احنا ما حددت نجحت ولا ما نجحتي. نجحت وقد تغير شخصيه الزول، نجحت وقد زي زيي انا فجاه يقرر انه يمشي يقرا الحياه الجديده، نجحت انه تغير شخصيات ناس، ممكن ناس كثير جدا في ظهر الغيب يعني يتعلموا حاجه، ويعني انت حتى بعد يعني سنين سنين تكون ما حاسه بها، تكون سبب لك من احنا كمسلمين تخش بها الجنه، وممكن اسباب كثير جدا. النجاح كبير جدا يا دكتوره، وانت ذاتك ما حد يتوقعه ولا تقدر منهم يقدر يتوقع. ذكرني اهو. ما هو عشان كده كثير يا احمد. الزول اللي احنا اي زول بنجيبه هنا هو يعني باي زول بيجي بيقول لك انا ما دكتور انور هيثم الشباب دي كلهم لما جبناهم يقول لك يا اخي انا ما 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 ناجح يعني، لكن احنا في نظرنا هم نجحوا وبيفتحوا لنا دروب للنجاح. يعني هيس يعني اصلا متاكد الكتب الكتب دي حاجه يعني خليك من المحاضره ما شاء الله، المحاضره القيمه اللي بتكتب بما ما ما الذهب العملات اللي لنا الليله استاذه مي. فبرضه الكتب دي حتكون معرفه للناس وفتح للناس، يعني اسف في ناس بيسالوا يا جماعه الكتب دي شنو، حنكتبها لهم وحنلخصها لهم، واكيد يوم من الايام انا حكتب عنها. بحب انه لما نقرا كتاب بجي بكتب عنه وبلخصه، يعني انا بقرا لي في كتاب اسمه كيف اعد السودان الحديث، يعني ده كاتبه واحد خواجه من يعني الناس اللي حكموا السودان يعني، فالكتاب بحقراه وحكتب عنه تلخيص وانه الناس تمشي تقراه وكده يعني. ف رائعة يعني، محاضرة جميلة جدا جدا، وصراحة يعني ما لو ما في زول يا جماعة عنده سؤال عشان نمشي، في زول عنده مداخلة في الناس الزوم اللي معانا في الفيسبوك. طيب قبل الختام كلمة أخيرة أستاذة مي. هنبنيه إن شاء الله بإذن الله. هنبنيه أكيد، يعني again back to believe، إذا إحنا كلنا الشعب السوداني كله اقتنع انه حيتبني حيتبني، ما عنده خيار. نعم بالضبط كده. وانا حد انا ما بعرف، انا صراحه يعني سعيد جدا يعني بالشيء اللي شايف وسع الزبد، يعني انا بسميه وسع الزبد اللي شغال في السودان ده، وفلان طلع وقال ومسك الميكروفون وداك ما بعرف عنده، ده كله انا شايفه زبد، وحينتهي قريب جدا جدا يعني، وما ينفع الناس حيمكث في الارض يعني. فهم الشباب زي ناس احمد ودكتور انور وهيثم واستاذ مي، والناس دي كلهم هم ديل العظم الحقيقي بتاع السودان، هم ديل الناس الشغالين يعني بيبنوا في السودان الجديد، وبيبنوا في السودان الحديث، وبيبنوا في حاجات جديده يعني، في حاجات احنا اول مره يعني نسمعها، يعني ما 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 مرت علينا قبل كده. في حاجات بدات تتغير يعني، اسي ما شاء الله الشباب بدوا ينطلقوا يعرفوا ذاته، التعليم ده اهميته شنو،
يعني فالحاجات دي كلها بوادر بتاعت خير يعني. فالليله الناس اللي مشوا عطلوا القطر، فاكيد ديل بيكونوا الليله يعني مهزومين يعني. دي هزيمه جدا، هزيمه ساحقه اليوم. الزول اللي بيدوه منصب ويفشل فيه بدون ما يجي يقول للناس والله انا فشلت، ده فشل هو يعني، ما فشل الناس التانيين. فالمسيره ماشيه والثوره ماشيه باذن الله يعني. تأكيد اللي كلامك يا دكتور ياسين، يعني تأكيد اللي كلامك، الناس اللي مش عطلوا القطر بنفس القدر، كان في ناس في مجموعة من الشباب كانوا ذيلا حاضرين مع دكتور حمدوك رئيس الوزراء ورئيس البنك الدولي في السودان. أنا ما حضرته، لكن الجماعة رسلوا لنا مقتطفات، يعني زي ما بيقول الشباب، يعني تكلموا مع مدير البنك الدولي بطريقة يعني لدرجة إنه حتى هو أبهر، يعني سواء في اللغه المستخدمه، سواء في الامثله، يعني زي ما بقدر نفس القدر. سبحان الله، في ناس زي ما انت قلت هم قلبهم على البلد وهم شغالين وجبنه، ونحن لازم نتفاجئ بيهم. لما انا ارسل لهم خطوات عن اللقاء ده، حقيقه كل مره بتكتشف انه والله الشعب السوداني ده والشباب السوداني ده ما شاء الله قادر وواصل وعنده الامكانيه، بس محتاج الفرصه اللي يعني ينهض بالبلد. يعني معلش على المقاطعة، وواصل يا دكتور ياسين. نعم، يديكم العافية يا جماعة، يديكم العافية وكتر خيرك كتير أستاذة مي. يعني بنشكرك نيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين، ونيابة عن برنامج ونسعى على دروب النجاح، متمثلين في شخص هيثم أحمد وريم فيصل ما قدرت تلحق بينا، والأستاذة رقية المغربي، ومن خلفنا طبعا دكتور أنور هو بيليز فينا وأمشي لقدام وخليكم يعني دائما في المقدمة. فيديك العافية، وإلى أن نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضيف جديد ومع يعني نجم من نجوم البناء السوداني يعني. يديكم العافية. احنا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، تسلم.